بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة هنتكلم مع حضراتكم النهاردة في إيه؟ هنتكلم في المساندة والدعم لفريق النادي الأهلي اللي بيمثل مصر إن شاء الله يوم السبت القادم في نهائي دوري الأبطال. مش هنتكلم في أي حاجة تانية، مش هتكلم على الناس اللي بتتكلم وبتقول إن المباراة سهلة، مش هتكلم عن الناس اللي بتقول ان فريق الاهلي اعلى بكتير من فريق كايزر تشيفز، مش هتكلم على الكلام ده كله، ولكن حلقه اليوم هي مسانده ودعم لفريق النادي الاهلي من كل جمهور النادي الاهلي. انا متاكد وواثق ان حضراتكم دائما في ظهر وخلف النادي الاهلي في كل شيء. الكل ينتظر يوم السبت القادم، الكل ينتظر ماذا سيحدث يوم السبت القادم. مباراه صعبه، مباراه مهمه، تحتاج إلى كل الدعم وكل المساندة اللي احنا هنعملها من خلال وجودنا في البيت الكبير النهاردة وطوال اليوم النهاردة وبكرة وبعده لغاية يوم المباراة وليلة المباراة وأيضا ما قبل المباراة بوقت قليل. مش هتكلم برضو على الناس اللي عمالة تقول إن موسيماني مش هو سبب تألق محمد شريف وإن هو كان عايز بواليا، الكلام ده مش وقته. أنا حضرتك عندي مباراة نهائية يوم السبت القادم هتكلم عنها، وبعد يوم السبت هبقى بص واشوف ايه اللي هيحصل وهرد على مين ومش هرد على مين، لان في ناس الاهلي بيمثل مصر يا جماعه. هل حضرتك عارف ان النادي الاهلي هو افضل واحسن واكبر واعظم فريق في مصر؟ مش بالكلام ولكن بالارقام وبالدلائل وبالبراهين. كل الكلام وكل الناس اللي طالعه تتكلم في اي شيء وتقول اي كلام من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال او من فوق او من تحت، مش هبص لهم، مش هنبص للناس دي دلوقتي. هنبص في أو عندنا هدف واحد فقط، هو مباراة يوم السبت. مباراة يوم السبت زي ما دايما بنتكلم مع حضراتكم هي مباراة صعبة وليست مباراة سهلة. دايما المباريات النهائية بيبقى فيها كلام كتير جدا وبيبقى فيها تفاصيل صغيرة ممكن تكسبك المباراة أو لا قدر الله ممكن توديك في اتجاه آخر. التفاصيل الصغيرة دي زي إيه؟ حالة اللاعبين يوم المباراة، وقت الأول ما الحكم يصفر، اللاعب نام كويس بالليل ولا ما نامش كويس بالليل؟ ما نامش من القلق، مش ما نامش من حاجة تانية. هل اللاعب هو نايم فكر في المباراة لدرجة ان هو ركز اكتر من اللازم ولا لا؟ شوف حضرتك الحاجات اللي انا بتكلم فيها دي كلنا عشناها وكلنا شفناها وعارفين. في ناس ما بتنامش كويس بس بتعمل مباريات كويسة، مش ما بتنامش كويس عشان هي مش عايزة تنام، لا، ما بتنامش كويس علشان هي قلقانة بتفكر انا بلعب باك رايت، مين اللي هيلعب عليا، هيلعب عليا ازاي، لما اوصل للخط هرفع الاوفر ازاي. كل الحاجات دي تفاصيل صغيره جدا ممكن ما يبقاش الجمهور واخد باله منها، ولكن صدقوني اللاعبين بيفكروا في كل ما يحدث في المباراه. حاله اللاعب والحكم بيصفر هي اللي دايما بتخلينا نروح او نكسب المباراه. فيا رب ان شاء الله يوم السبت حاله كل اللاعبين ال11 اللي هيبداوا، مين اللي هيبدا يا عم اسلام؟ اي حد يبدا. عندنا مدير فني الكل بيثق فيه، عندنا مدير فني محترم، عندنا مدير فني يعلم كل كبيره وصغيره عن فريق كايزر تشيفز، عندنا مدير فني حافظ النادي الاهلي وعرف مين التشكيل من وجهه نظره اللي هيلعب في مباراه يوم السبت القادم. وبالتالي احنا لا ينقصنا شيء غير تمرينه بكره ان شاء الله، هنوري لحضراتكم البعثه ووصول البعثه وكل الكلام ده، ولكن كل اللي ينقص تمرينه الاربع وتمرينه الخميس وتمرينه الخفيفه يوم الجمعه والاستعداد للمباراه ان شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم لعيبه بتبقى قاعده بتركز في المباراه، هعمل ايه، قفشه لو هيلعب هيلعب ازاي، طاهر لو هيلعب هيلعب ازاي، حسين الشحات، مروان بواليا، محمد شريف، اجاييم، اي حد هيلعب هلعب ازاي وهلعب على مين وهعمل ايه، الكره لما تجيلي هحطها بكعب رجلي ولا احطها كده. هو انتوا للدرجه دي اللعيبه بتفكر في كده؟ اللعيب اللي عايز ينجح بيفكر في كده، وانا متاكد وعارف ان كل لعيبه النادي الاهلي عايزه تنجح، عايزه تنجح عشان ترضي جمهورها، عايزه تنجح عشان الجمهور اللي واقف اللي مستنيهم 70 80 مليون اهلاوي مستنيين يوم السبت القادم. انت يا عم اسلام كده بتحط ضغط على اللعيبه، لا يا جماعه، انا قلت لحضراتكم قبل كده، شكرا يا سمير على التمام، بعثه الاهلي تغادر مطار القاهره من اول الصبح لغايه ايه اللي بيحصل دلوقتي هنقول لحضراتكم، ولكن زي ما بتكلم معاكم دايما وزي ما بقول لكم ان لعيبه النادي الاهلي
عارفه كويس جدا، عندها خبره، لعبت مباريات كتير قبل كده في البطوله الافريقيه، خصوصا من يعني خلاص ده من 5 6 شهور انا كنت بلعب نهائي افريقيا قدام فريق كبير نادي الزمالك، وكسبت نادي الزمالك وخدت البطوله التاسعه. النهارده او يوم السبت القادم هيبقى ان شاء الله الطريق او النهائي للبطوله العشر. انا لسه ما خدتش البطوله يا جماعه، اعذروني، انا لسه النادي الاهلي ما خدش البطوله. النادي الاهلي عنده مباراه يوم السبت القادم الساعه 9، هيكسب يا رب نص صفر، لو نص صفر ينفع اكسب يبقى انا خدت هذه البطوله، ساعتها هنبدا نحتفل وساعتها هنبدا نتبسط وهنحتفل معاكم وهنعمل كل حاجه، ولكن لغايه صفاره النهايه احنا بنساند وواقفين ورا الفريق، لان انت بتلاعب فريق وصل للمباراه النهائيه بجهده وبعرقه وبتكتك مدرب اول ثم باكستر المدير الفني الحالي، وده مسمينه ثعلب افريقيا. باكستر ده متسمي كده ثعلب افريقيا، ان هو بيعرف يكسب الفرق الكبيره والمباريات الكبيره ازاي. بالمناسبه في 2019 هو لو حضراتكم تتذكروا باكستر المدير الفني الحالي الكايزر تشيفز، احنا خسرنا في دور الثمانيه او في دور ال 16 كمان ال 16 مش الثمانيه، خسرنا في دور ال 16 من جنوب افريقيا. مين كان المدير الفني لجنوب افريقيا في ذلك الوقت؟ ها؟ باكستر. برافو عليكم، باكستر هو اللي كان المدير الفني لجنوب افريقيا، وبالتالي هو مدرب يعي ويعلم تماما قيمه النادي الاهلي، يعي ويعلم تماما هو هيلعب ازاي، وعارف هو هيلعب ازاي. كسب الوداد هناك 1-0 في المغرب، وتعادل معاه في جنوب افريقيا، ووصل للمباراه النهائيه، وهو ده بالنسبه له الحلم. هو حلمه ايه؟ ان هو يلاعب النادي الاهلي ويصل للمباراه النهائيه ويكسب المباراه النهائيه. بالمناسبه هو ده حلم باكستر، وهو بيقوله في كل حته دلوقتي، بيقولوا في كل حته وفي كل الصحف وفي كل المواقع اللي في جنوب افريقيا، ان هو عايز اكسب النادي الاهلي، ويبقى انا كسبت النادي الاهلي كبير افريقيا وكسبت البطوله الافريقيه اللي هتبقى تاريخيه بالنسبه لهم كايزر تشيفز. اتمنى طبعا ان كل ده ما يحصلش، انا نفسي ان النادي الاهلي يكسب، كلنا نفسنا ان النادي الاهلي يكسب، كلنا عايزين نفرح، عايزين نتبسط ان شاء الله يوم السبت القادم، هو ده اللي احنا عايزينه. مين هيلعب مين مش هيلعب، هيضغط ازاي هيلعب ازاي، يا جماعه احنا اتعودنا من جمهور النادي الاهلي الوعي الكامل للي بيحصل، الوعي الكامل. حضراتكم انا شخصيا اتعلمت، وكل الاجيال السابقه من 1907 وحتى الان اتعلمت من جمهور النادي الاهلي الروح، وروح الفانيلا الحمراء. روح الفانيلا الحمراء دي حاجه مختلفه عن اي حاجه، حاجة مختلفة عن أي حاجة. الناس تقعد تتريق وتقول لك إيه روح الفانيلا الحمراء اللي أنتوا بتقولوا عليها؟ إيه مش عارف إيه؟ لا معلش، محدش لبس الفانيلا الحمراء، ها؟ أو محدش ما لبسش الفانيلا الحمراء ما يعرفش يتكلم عنها. صدقوني محدش يعرف يتكلم عن الفانيلا الحمراء إلا لو لبسها. فعشان كده أنا بقول لكم، هي إحنا عندنا معتقدات كده في دماغنا كأهلاوية هي اللي دايماً بتودينا للمراكز الأولى، ما بتخليناش نفكر في التاني والوصيف والتالت والرابع، بتخلينا نفكر دايما في المكسب. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا دايما بنفكر فيه كأهلاوية. اتعلمنا كل ده منين؟ من جمهور النادي الأهلي، من حضرتك وانت قاعد بتتفرج، حضرتك وانت قاعد بتتفرج على فريقك أو على قناتك، أنا عارف إن أنت بتبقى قاعد متحمس زيك زي اللعيبة. أنا عارف، أنا بشوف ناس أهلاوية بيتفرجوا على قناة النادي الأهلي بيبقوا عاملين إزاي. بشوف ناس أهلاوية بتموت نفسها من الزعل، يعني لو لا قدر الله النادي الأهلي دخل فيه جون، مش هقولك حاجة تانية، دخل فيه جون بس. فعشان كده احنا ظهرنا هو جمهورنا، ظهرنا هو جمهورنا في التشجيع والمساندة والدعم، الدعم اللامتناهي والدعم الغير محدود اللي حضراتكم عاملينه لعيبة النادي الأهلي، حاجة تخليني انا النهارده داخل فخور جدا بجمهور النادي الاهلي. الحملات اللي معموله امبارح، كنا قاعدين بنتكلم عن الترندات على تويتر، الترندات على تويتر كلها اهلي امبارح، هم 20 مثلا منهم 8 ولا 9 اهلي امبارح. النهارده نفس الكلام، بكره وبعده وبعده نفس الكلام. خدوا بال حضراتكم، اللعيبه بتخش تبص تشوف جمهور النادي الاهلي فين. انتوا يعني
عارفين كويس جدا ان انتوا في ظهرهم، بس بيخشوا يشوفوا وبيعرفوا، لان دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي بتخليني اعرف كلاعب يعني الجمهور بيعمل معايا ايه. فجمهور النادي الاهلي دايما واقف ورا فريقه في كل حاجه بيعملها اللعيبه في الملعب، جمهور عشان خاطر الجمهور. فالحقيقه اتمنى ان تظل او يظل الدعم والمسانده النهارده وبكره وبعده ان شاء الله لغايه يوم السبت. لاعبين عارفين قد ايه انتوا بتحبوهم، وعارفين قد ايه انتوا واقفين وراهم، ونفسهم يعملوا حاجه يوم السبت القادم. خلينا نروح لاحد نجوم النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي النجم الكبير الكابتن وليد صلاح الدين. يا كابتن وليد، ازي حضرتك؟ يا كابتن اسلام، ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك يا ابو الكباتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. عامل ايه يا كابتننا، كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. كابتن وليد، يعني بصفتك احد كباتن النادي الاهلي في عصره الذهبي، ودائما النادي الاهلي اجيال بتسلم اجيال، ولكن عدت عليك مراحل كتيره، وحضرتك كنت امام في مباراه كايزر تشيفز في السوبر الافريقي، كنت كابتن النادي الاهلي في هذه المباراه، مظبوط؟ كابتن وليد، الو. طيب لغايه لما يرجع. يا كابتن وليد سامعني؟ ايوه سامعني يا كابتن وليد. بص الصوت بيقطع يا كابتن اسلام. طيب نحاول نكلم كابتن وليد مره ثانيه يا شباب لو سمحتم. طبعا هنسمع من الكابتن وليد وجهه نظره، وهنعرف وجهه نظره في الدعم والمسانده اللي يجب ان تكون متواجده خلال الفتره اللي جايه. جمهور النادي الاهلي دايما بيعملها، جمهور النادي الاهلي دايما واقف ورا فريقه، هو ده المهم بالنسبه لنا، وهو ده الاساس بالنسبه لنا. النادي الاهلي عمل ايه؟ اللاعبين اللي حتى مش مقيدين في البطوله الافريقيه او حتى مصابين، بقرار تم اتخاذه في مجلس اداره النادي الاهلي، اللعيبه كلها سافرت. ليه اللعيبه كلها سافرت؟ اللعيبه كلها سافرت دعم ومسانده لباقي اللاعبين، حتى اللاعبين الصغيرين، حتى اللاعبين اللي مش مقيدين، محمد محمود، كهربا زي ما حضراتكم شايفين، مجدي قفشه وكابتن خطيب طبعا معاه في الطياره الخاصه عشان يسافر الى جنوب الى المغرب عشان يلاقي كايزر تشيف، زي ما حضراتكم شايفين مسانده دائمه ودعم دائم من رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بيتكلم مع مجدي قفشه. طيب رجع لنا تاني مره تانيه كابتن وليد صلاح، هنتكلم لسه طبعا على كل الكواليس دي، عندنا الكواليس طول النهار هنتكلم فيها، اللي حصلت طول النهار هنتكلم فيها. كابتن وليد سمعتني يا كابتن وليد ولا لا؟ اتفضل يا كابتن اسلام. كابتن وليد طبعا احد كباتن النادي الاهلي ونجم كبير في النادي الاهلي لفترات طويله، وحضرتك كنت كابتن فريق النادي الاهلي في مباراه السوبر الافريقي امام كايزر تشيفز، صح كده؟ ايوه مظبوط. فاكر المباراه دي يا كابتن وفوز النادي الاهلي على كايزر تشيفز؟ طبعا، يعني كانت سنه مميزه جدا. ايوه كان النادي الاهلي بيبتدي يطلع لعيبه صغيره، كان اكبر اثنين في الفريق كنت انا كابتن الفريق وهادي بعديه. ايوه وكان عصام الحضري طبعا بعدينا. ايوه بقيت اللعيبه كلها كانوا يعني شباب وكلهم نجوم طبعا، كان وائل جمعه جاي من المحله، وكان شادي، وكان خالد بيبو وبلال ورضا شحاته، وغير ان كان حسام غالي. ايوه لسه طالع من الناشئين، كان لسه صغيرين بقى. كلهم كانوا لسه صغيرين. ايوه والسنه دي كانت مميزه جدا مع مستر مانويل. 2001 خدنا دوري ابطال افريقيا. وطبعا عملنا المباراه الشهيره بتاعت 6-1. ايوه نادي الزمالك، ودخلنا على السوبر الافريقي. كان ليها كواليس كتير طبعا، اهمها ان كان كابتن حسن حمدي وكابتن خطيب وكابتن طارق سليم الله يرحمه. ايوه جم عملوا معانا اجتماع، والكابتن حسن قال لنا كده بالظبط ان دي البطوله الوحيده اللي ما دخلتش دولاب النادي الاهلي. الوقت ده كانت اول بطوله سوبر افريقي للنادي الاهلي. ايوه بالظبط، هو قال لنا حتى يعني بصوا على الدولاب بتاع الكؤوس. البطوله الوحيده اللي ناقصه النادي الاهلي. ايوه احنا طبعا المباراه في استاد القاهره بحضور جماهير النادي الاهلي، فاحنا محتاجين فعلا ان البطوله دي نكسبها. ايوه وكان الفريق برغم ان هو كان فريق شاب، لكن جات له ثقه كبيره من دوري ابطال افريقيا ومن التالق، وبصراحه مستر مانويل جوزيه كان مدي اللعيبه كلها ثقه بشكل غير عادي. ايوه فكان يوم مميز جدا، وطبعا
تألق كل الفريق، يعني خالد بيبو كالعاده عريس السنه كلها. أيوه. وكان حسام غالي احرز الهدف الثاني، وطبعا الهدف التاريخي لعصام الحضري. أيوه. هدف غريب جدا، وكلنا ما يعني كلنا ما صدقناش نفسنا. والهدف الثالث كان للكابتن سيد عبد الحفيظ. ايوه. والحمد لله يعني كان ليا الشرف ان انا اشيل الكاس، وان احنا نتوج لاول سوبر افريقي. كابتن وليد، انا هاخد من كلامك في ان مانويل جوزيه، مستر مانويل في الوقت ده كان مدي للفريق كله الثقه، واعتقد ان ده بيحصل دلوقتي، بمعنى ان موسيماني برضو بيدي الثقه لكل اللاعبين اللي موجودين، حتى اللي ما بيلعبوش ابتدوا يخشوا الفتره اللي فاتت، ابتدت الامور تبقى افضل كتير جدا في حتى الاربع مباريات الدوري بما فيهم التعادل في بيراميدز. شايف الثقه دي؟ اتفضل اتفضل. قلت معاك تقريبا قبل بطوله افريقيا، او قلت في قناه الاهلي. ايوه. قلت ان مهم جدا 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 ان النادي الاهلي يتوج بدوري ابطال افريقيا اللي فات. اللي فات. اللي فات. البطوله اللي فاتت مهمه بشكل غير عادي. وكان ليا مقوله ساعتها، قلت النادي الاهلي هيتسيد البطولات العشر سنين اللي جايه. مظبوط مظبوط. من حته الثقه دي. يعني كان مهم جدا جدا ان الجيل ده، انت جايب لعيبه لسه بتدخل لاول مره، جايب لعيبه اظن ان دوري ابطال افريقيا وانت تراجعني يعني. ايوه اتفضل يا كابتن. ما كانش حد خد البطوله غير 3-4. قبل اللي فاتت. صح صح. وليد سليمان تقريبا. وليد سليمان، سعد سمير، ممكن يكون برضو تقريبا، بس هما الاثنين بس تقريبا. بالظبط، يعني انا متهيألي اثنين او ثلاثه بالكثير. مظبوط. فكان مهم جدا. ورامي ربيعه ممكن. ورامي ممكن. يعني هما تلاقيهم ثلاثه تقريبا. ايوه. كان مهم جدا جدا بطوله السنه اللي فاتت اللي النادي الاهلي كسب فيها نادي الزمالك وتوج بدوري الابطال. ايوه. تحس ان الفريق داخل السنه دي اكثر ثقه. في ثقه كبيره، البطولات بتتوالى، انت وصلت نهائي افريقيا وان شاء الله ناخد العشره. خدت الدوري، خدت الكاس، خدت السوبر، خدت يعني خدت كل البطولات اللي دخلت فيها. ايوه. فمهم جدا جدا الثقه دي، وعاملها مستر موسيماني، وقبليه عملها الكابتن خطيب بصراحه. ايوه. من ساعه ما حضر للفرقه، من ساعه ما بدا في تقريبا في يناير 2019 تقريبا 18 كمان ممكن. كمان ممكن يعني. لما النادي الاهلي جاب حسين الشحات، كان رجع رمضان، وكان الدنيا بدا النادي الاهلي يعد نفسه، وانا قلت الكلام ده الحمد لله متسجل برضو على. أيوه. على السوشيال ميديا، قلت الاهلي بيحضر فريق ياخد بيه بطوله افريقيا. وهو ده اللي حصل يا كابتن وليد خلال الفتره دي. طيب انا عايز اخدك في موضوع اهم بالنسبه لي، لان انا الحقيقه من اول امبارح وانا شايف ان هناك حمله تطمين، تطمين للاعيبه النادي الاهلي، وان هم الماتش سهل يا جماعه، الماتش ده يعني بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما بيروح في اتجاه ان الاهلي، يعني اي حد يشوفني ما بيشجعش النادي الاهلي يقول لي مبروك يا عم انتوا خدتوا العشره، مبروك يا سيدي ده فريق كايزر تشيفز ده مش عارف ايه، مبروك يا كابتن. ما حصلتش معاك يا كابتن وليد؟ طبعا حصلت كتير، لكن هو ده دور المدير الفني ودور الكابتن سيد عبد الحفيظ ودور اللعيبه الكبار. مهم جدا. لو تفتكر يا كابتن اسلام، احنا اصعب المباريات اللي الفرق بتدافع فيها باستماته. ايوه. انت بتدخل المباراه فاكر ان انت الاحسن. ايوه. بتبقى المباراه صعبه جدا. وده نهائي افريقيا، فبالتالي فكره ان انت كمان تخترق دفاع متكتل بتبقى فيها صعوبه، وشفناها قدام نادي المقاولين، وشفناها قبل كده في الدور الاول مع البنك الاهلي وتعادل، وشفناها مع الفرق اللي بتدافع بعدد كبير ضد النادي الاهلي. وخلي بال حضرتك كابتن وليد برضو الاجسام بتاعه لعيبه كايزر تشيفز اقوى من الفرق اللي حضرتك اتكلمت عنها برضو هنا في الدوري المصري، اسرع، اقوى، بنيان جسماني اقوى، وبالتالي النادي الاهلي هيواجه حائط دفاعي قوي جدا. مليون في المية، مليون في المية. انت بتلعب نهائي افريقيا. ايوه. لكن هي محتاجة حاجتين. رقم واحد، اللعيبة ما تبصش ابدا للجزئية دي. انت نازل كسبان، او اللي بيتقال على السوشيال ميديا 3 و4 و5، الكلام ده اللعيبة تلغيه تماما من عقولها. زائد الصبر. الصبر الصبر، لازم تجبر على الهجمة بشكل كبير، لازم يبقى عندك صبر
طول المباراه مع تركيز. ايوه لان انك تخترق دفاع منظم وعنده عدد لازم تشتغل على المحاور كلها بقى من الاطراف ومن العمق. بس يا كابتن وليد واحنا بنتكلم في النقطه دي من الناحيه الفنيه، معظم مباريات النادي الاهلي اللي بيلعبها هنا حتى في الدوري العام المصري او حتى ضد الفرق في قبل النهائي امام الترجي وقبلها في سان داونز بيلعب كده، اي فرقه بتيجي تلعبك بتلعبك بهذا الشكل، ان هو بيقف يدافع بشكل كويس وبعدين يعتمد على الهجمه المرتده او السرعات اللي موجوده. فمن المفترض ان النادي الاهلي متعود شويه على الشكل ده، ولا ايه رايك؟ بنسب يعني في فرق مثلا زي الاتحاد السكندري مثلا او سموحه فضل ان هو يلعبك جيم مفتوح فانت بتكسب مستريح. مظبوط. في فرق ثانيه بتلعبك دفاع منطقه لكن مش من الثلث الاخير، بتلعبك دفاع منطقه من نص الملعب، فانت برضو بيبقى عندك فراغات تقدر تعمل منها تصويب، تقدر تعمل منها كرات عرضيه. أيوه. يقدر الشوليه وقفشه يشيلوا من ورا خط الدفاع لمحمد شريف. أيوه. او لحسين الشحات اللي بيقطع. أيوه. لكن كايزر تشيف مع الوداد المغربي في الماتشين هو ما عملش كل ده، هو لعب ثلث ملعب كل العشرة على خط ال 18. ايوه فهنا بيلغي لك فكره مثلا ان انت تصوب، التصويب هيبقى صعب جدا، يلغي لك فكره ان انت تحط كوره من ورا خط الدفاع لان ورا خط الدفاع مفيش مكان. مظبوط. برافو عليك. قافل لك الاطراف بشكل كبير قوي، عامل دبل بريس ما بين الباك والهاف بتاعه. طب الحل ايه يا كابتن؟ الحل ان انت يعني لازم كل هجمه تصبر وتلعب بسرعه. ايوه يعني وانت بتنقل الكوره من تحت لازم ما يبقاش فيها بطء، يبقى فيها سرعه. ايوه وفي نفس الوقت اتمنى هنا لازم شخصيه لعيبه النادي الاهلي خصوصا الجزء الامامي. ايوه لازم في بعض الاوقات اشتغل فرد. فاكر يا كابتن اسلام احنا في الاجيال بتاع الجيل بتاعكم والجيل بتاعنا كان لازم يبقى عندك الحل الفردي، ترقص وتاخد فاول، ترقص وتاخد بينالتي، مظبوط، ترقص وتخلي تجبر الدفاع المتكتل ده انه يطلع لك. ايوه ففي شغل كتير طبعا مستر موسيماني اكيد بيشتغل عليه، اكيد بيشتغل على الاماكن اللي بين الباك والسترد باك. مهم اذا ربنا طبعا ان شاء الله باذن الله يكون رايد لنا كمان السيناريو الحلو ان احنا نحرز بدري علشان الفرقه تطلع بره كل المواقف. برافو عليك يا كابتن وليد، اعتقد ان هدف بدري لو قدر النادي الاهلي يجيبه هيغير من شكل المباراه تماما. يعني ان شاء الله باذن الله هنكسب كويس. يعني لو هدف بدري ان شاء الله باذن الله هنكسب مكسب كويس. ايوه لان الخطوط هتتفتح وهو ما يعرفش يلعب بهذه الطريقه. وبرده انا بتكلم معاك يا كابتن وليد، حضرتك بتقولي بيلعبوا في ثلث ملعب يعني 30 40 يارده، وبالتالي اعتقد ان ده بيخلي لياقتهم البدنيه دايما موجوده، على عكس بقى النادي الاهلي ان هو اللي بيهاجم وهو اللي بيعمل من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال وبيرقص زياده. صح، هو دايما ما عندوش توتر، هو عايز يصدر لك انت التوتر، هو طول ما النتيجه تعادل هو يروح للوقت الاضافي وبعدين يروح لضربات الجزاء او يروح لضربه ثابته كورنر فاول وعندهم اطوال، هو بيلعب على كده. طب هو وهو كمان بيدافع ما عندوش توتر. ايوه انت اللي هيبقى عندك سنه استعجال، عايز تجيب جول بدري، عايز تريح نفسك كل ما الوقت بيتاخر. الكلام اللي شفناه مع الوداد يا كابتن اسلام، الوداد فضل يلعب ال 90 دقيقه وكل شويه بيتوتر زياده. ايوه مظبوط. فاحنا عايزين نصبر على الهجمه، يبقى في صبر ويبقى في تركيز وتبقى الواحده بوحدتها. طبعا المباراه دي مش محتاجه حد يضيع. يعني شريف لو راح، طاهر لو راح، حسين الشحات لو راح، لازم النص فرصه جول. ايوه طيب كابتن وليد، اخيرا مركب محمد الخامس اللي هتلعب عليه المباراه يعني مساحاته شكلها كده شكل بترو سبورت، هل ده هيفرق مع النادي الاهلي سلبا ام ايجابا وجهه نظرك؟ ما سمعتش يا كابتن اسلام. الاستاد اللي هيتلعب عليه المباراه استاد مركب ملعب الخامس محمد الخامس هيبقى تقريبا هو شبه بترو سبورت في نفس المساحات وان هو ضيق سن او الناس بتحس ان هو ضيق سن، هل ده يفرق سلبا؟ يعني كل ما الملعب يكون ضيق كل ما يكون ده لمصلحه الفريق اللي بيدافع. مظبوط. محتاج جدا المهاره الفرديه.
ايوه محتاج جدا ان انت الكره لما تيجي لجناح سواء حسين الشحات او طاهر او لو جاي اجاليه او كهربا او صلاح محسن، اي جناح لازم ياخد واحد ضد واحد. مظبوط، لازم افكر في الحل الفردي. ايوه لو انا هرجع تاني وارجع تاني لعلي معلول وبعدين علي يرجع لديانج وديانج يلف الكره، هم واقفين هنفضل نلف الكره بس. برافو عليك. ايوه طب كابتن وليد ده اتفضل يا كابتن. الحل الفردي يعني، واتمنى ان يكون اللعيبه يعني واخده شغل فردي كتير. مهم جدا ان حسين الشحات يعدي ويلبس الراجل ده بفاول بانذار في ضربه جزاء. مهم جدا ان هم يحسوا ان لعيبه النادي الاهلي بتخترق فردي. يعني هي الحلول الفرديه هي اللي من الممكن ان تكون التفاصيل الصغيره اللي نقدر ان شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراه ان شاء الله باذن الله. كابتن وليد ده اخيرا لو حابب تقول رساله لعيبه النادي الاهلي قبل المباراه باقل من يعني لسه واصلين النهارده، تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان يعني كل جماهيركم واثقه فيكم، العبوا بدون ضغوط، ما تضغطوش، انتوا قدمتوا كتير، انتوا الجهاز الفني. فجماهير النادي الاهلي كلها ثقه فيكم، عايز اللعيبه تطلع احسن مستوى ليها بدون ضغوط، يعني ما تخافش ان انت لا قدر الله لو خسرت البطوله جماهيرك، لا جماهيرك في ظهرك. أيوة. طول عمرها في ظهرك بتساندك. العب بدون خوف. ودايما تبص على المشهد، دايما اللي احنا كنا بنبص عليه جماهيرك وهي مستنياك في المطار وانت راجع بالكاس. الله الله صح. انا بشكرك جدا يا نجم على وجودك معانا، كلام جميل جدا استفدنا منه الحقيقه، وكلام مهم جدا من النجم الكبير كابتن وليد صلاح الدين كابتن النادي الاهلي. وزي ما حضراتكم شايفين الكل بيساند، الكل بيدعم النادي الاهلي في المباراه القادمه نهائي دوري الابطال، ومن لا يشجع الاهلي يمتنع. بفضل حضراتكم النادي الاهلي هو ممثل مصر، النادي الاهلي هو ممثل مصر في يوم السبت القادم. اللي مش عايز يشجع النادي الاهلي ما عنديش مشكله، هو حر، ولكن من فضل حضرتك اسكت شويه وخلي النادي الاهلي يركز في مهمته القوميه والوطنيه ان شاء الله يوم السبت القادم. خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي خلال هذه السفريه خد تقريبا 28 لاعب معاه، كل اللاعبين المصابين اللي بره القايمه. الحقيقه لما تبص للموضوع من جانب هتبص له ان هو كابتن خطيب ومجلس اداره النادي الاهلي قرر ان كل اللاعبين واداره الكره في النادي الاهلي قررت ان كل اللاعبين يسافروا عشان شيء واحد بس، الكل يدعم ويساند. الدعم والمسانده هي الفصل في هذا الوقت، في هذا الوقت. الحقيقه احنا دلوقتي ما حدش فينا هيتكلم في اي شيء، دائما لما نيجي نتكلم هنتكلم في دعم ومسانده. محمد محمود مسافر، بيكم انا اسف، كريم نيدفيد مسافر، كل اللاعبين اللي حتى كانوا مصابين واللي بره القايمه متواجدين مع فريق النادي الاهلي. هو ده اللي احنا شايفينه وهو ده اللي احنا عايزينه يحصل خلال الفتره الثلاث ايام اللي جايه، الدعم والمسانده الواجبه لكل او من كل جمهور النادي الاهلي لكل اللاعبين. خلينا بقى نروح لبعض الاخبار، ودايما انا قلت لحضراتكم من امبارح او من اول امبارح ان انا هركز على اخبار فريق كايزر تشيفز. كايزر تشيفز وكلام لاعبيه في الصحافه بيتكلموا بيقولوا ايه، عشان بس حضرتك تعرف انت داخل على ايه. انت داخل على مباراه هي ليست بالمباراه السهله. بليات نجم كايزر تشيفز وواحد من اللاعبين الكويسين جدا الحقيقه، واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في كايزر تشيفز، قال جاهزون لصناعه المجد امام النادي الاهلي. خما بليات لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي اتكلم عن مواجهه النادي الاهلي وقال جاهزون لمواجهه الاهلي والجهاز الفني وضع الخطه المناسبه لعبور الاحمر، المباراه ليست سهله ويجب الا ننسى حديث المدرب، هذه اهم مباراه في الموسم. ده خما بليات بيقول هذا الكلام، هذه اهم مباراه بالنسبه لنا في الموسم. يعني هما ما بيفكروش في اي حاجه، هما الثامن في الدوري والمش عارف، يقول لك الرابع والثامن والعاشر، ما عنديش مشكله يا رب يبقوا الاخير في الدوري، ولكن المباراه دي ليها دايما المباريات النهائي
اللعيب لما بيجي يلعب المباريات النهائيه بيبقى ليه شكل مختلف، بيبقى ليه وضع مختلف، بيبقى تركيزه مختلف، حياته كلها مختلفه. كل اللاعبين اللي هنسمعهم النهارده بيتكلموا عن شيء واحد فقط، ازاي ان انا اكسب النادي الاهلي، ما بيفكروش في حاجه تانية. اللي قال لك سيف، واللي قال لك عاملين، واللي قال لك شمرنا كمام، هنقول لحضراتكم دلوقتي، ولكن كل التصريحات رايحه في اتجاه ان انا عايز اكسب المباراه دي وعايز اصنع تاريخ، امشي بقى في الدوري 8 10 20 مش فارق معاهم. وهو ده الكلام اللي قايلينه. قال ايضا ان الجهاز الفني طالبنا بضروره التركيز في المباراه واستغلال المساحات الموجوده لتحقيق الانتصار امام النادي الاهلي، وعلى الجميع الالتزام بتعليمات الجهاز الفني. قال برضو بليات انه سيفتقد الجمهور في تلك المباراه، بيقول ان احنا بنحب الجمهور ونقدر ثقة جمهورنا فينا، ونحن على بعد 90 دقيقة من المجد ومن الحلم الافريقي. خدوا بال حضراتكم من الكلام اللي بيتقال. مدير كايزر تشيفز يتغزل في موسيماني قبل مواجهة النادي الاهلي. في مثل هذه المباريات تجد الحروب النفسية، واحد يطلع يخبط وواحد يطلع يتغزل زي ما حضراتكم بتسمعوا كده، دي حاجة اسمها حروب نفسية قبل المباريات النهائية. تلاقي ده بيقول كلمتين حلوين على موسيماني، يطلع المدرب التاني يتكلم يقولك لا احنا نكسب اي حد ونعمل اي حاجة. هي دي حرب في اطار الحرب النفسية اللي بنشوفها دايما قبل المباريات النهائية، وكل واحد من حقه طبعا. قال مواتنج جونيور المدير الرياضي لفريق كايزر تشيفز، قال على مواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للنادي الاهلي قبل مواجهه الفريقين يوم السبت القادم، قال في تصريحات صحفيه: موسيماني نضج كرويا بشكل اكبر مع القلعه الحمراء، والنهائي مباراه تاريخيه للفريقين. واضاف: موسيماني يقدم اداء اكثر من رائع مع النادي الاهلي، ونبذل قصارى جهدنا لمجارات النادي الاهلي، الا انها مهمه صعبه علينا، ويجب ان نحافظ على قدر من التفاؤل لتحقيق المطلوب. خدوا بال حضراتكم برضو، يعني شوف بليات بيقول ايه، وده المدير الرياضي في النادي كايزر تشيفز بيقول ايه، بيتكلم على ان المباراه صعبه. طبعا هي مباراه صعبه للفريقين، مش للنادي الاهلي، للفريقين، لكايزر تشيفز برضو اللي هيواجه كبير افريقي. وتابع: نعلم قدرات موسيماني جيدا، وهو يعرفنا بالتأكيد، عقليته تغيرت مع النادي الأهلي خاصة وأنه حقق نجاح كبير مع الأحمر، ويمتلك عناصر مختلفة عن سان داونز. ويلارد كاتساندي وهو لاعب زيمبابوي بيلعب في نادي كايزر تشيفز، أحد نجوم فريق كايزر تشيفز، قال: شحذنا سيوفنا ورفعنا أكمامنا، ولا علاقة لنا بالتاريخ. ده الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم من يومين، قلت لكم لما تيجي تتكلم عن التاريخ هتتكلم إن النادي الأهلي طبعا 9 بطولات، تيجي تتكلم عن كايزر تشيفز مش هتلاقي، يعني هتلاقي حاجات قليلة جدا، فارق تاريخي كبير جدا ما بين النادي الأهلي ونادي كايزر تشيفز، ولكن في النهاية المستطيل الأخضر ده مختلف. المستطيل الأخضر ده جواه التاريخ بيتنسي وكل حاجة بتتنسي، اللي بيتبقى بس الجهد والعرق والالتزام جوه الملعب والالتزام بتعليمات المدير الفني. الزيمبابوي ويلارد كاتساندي قال او يحذر النادي الاهلي قبل موقعه نهائي دوري الابطال، مشيرا الى ان تاهل فريقه الى تلك المرحله من المسابقه ليس صدفه وانه مخطط له. استعد النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين لملاقات نادي كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا. وقال كاتساندي في تصريحات نقلها موقع سوبر سبورت الجنوب افريقي: الأهلي فريق جيد له تاريخ غني في أفريقيا، ما سنفعله هو منحهم الاحترام الذي يستحقونه من كل ما يفعلوه. وأضاف: لكن عندما يتعلق الأمر بيوم المباراة فإنه يتعلق بمن يريد ذلك أكثر، لذلك نحن نذهب إلى هناك كالمستضعفين، لكننا نرغب في عرض موهبتنا للعالم، لأننا نعلم أننا جائعون لتحقيق هذه البطولة. لم نصل إلى هذا الحد عن طريق الخطأ أو الصدفة، نحن هنا لأننا نستحق أن نكون هنا، وكل من يريد ذلك أكثر في يوم المباراة ملزم بالحصول على ما يريد. هو بيتكلم كلام فلسفي قوي، ولكن معنى الكلام اللي هو بيقوله إيه؟ التاريخ ما يفرقش كتير دلوقتي، الملعب هو اللي هيفرق، احنا عايزين نكسب المباراة. ده كلام كاتساندي لاعب زيمبابوي المحترف طبعا في نادي كايزر تشيفز. قال أيضا: قادمون من موسم صعب، ونريد أن نخلص أنفسنا، نحن نعلم مدى رغبتنا في التقدم، ولقد أردنا القيام بذلك من قبل، لكننا
فشلنا. الحقيقة أنا دايما وبكرة برضو هقول لحضراتكم بقية لاعبي نادي كايزر تشيفز بيتكلموا إزاي عن هذه المباراة، لأنه في الحقيقة كلامهم عجبني جدا. كل واحد بيتكلم هندي احترام النادي الأهلي لأنه يستحق ولأنه كبير أفريقيا ولأنه كذا ولأنه كذا ولأنه كذا، ولكن الملعب مختلف، وهذه هي الحقيقة، الملعب دائما ما يكون مختلف. طيب خلينا بقى نروح للنادي الأهلي وأخبار النادي الأهلي. بعثة النادي الأهلي تغادر إلى المغرب استعدادا لهذه المباراة. 28 لاعب، لازم نقول أسماء ال 28 لاعب الحقيقة. محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بنون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني، حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السلية ومحمد مجدي أفشة وندفد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات، محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن وولتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي. دول 28 لاعب المتواجدين في بعثة النادي الأهلي. طبعا اللقطات اللي أمام حضراتكم دي أول ما الطيارة كانت بتقوم الصبح، وكابتن خطيب بيطمن على كل اللاعبين كرئيس لبعثة النادي الأهلي. طيب معنا الأستاذ حمدة، أستاذ حمزة شتوي الناقد الرياضي في المغربي، طبعا علشان نعرف إيه اللي بيحصل في المغرب، كيف يستعد المغرب هذا البلد الكبير الشقيق لهذه المباراة الهامة نهائي دوري الأبطال. أستاذ حمزة ازي حضرتك يا فندم؟ أهلا بك يا أخويا إسلام. الحمد لله، أتمنى كذلك أن تكون في أفضل حال وعلى أحسن ما يرام. تحية ليك وتحية لكل الزملاء العاملين في قناة الأهلي، وإن شاء الله العاشرة للفريق الكبير فريق الأهلي القاهر يا رب إن شاء الله. ولكن كيف يستعد المغرب لهذا النهائي الرائع في البطولة العاشرة إن شاء الله يستحقها النادي الأهلي إن شاء الله؟ أكيد الاستعدادات من الجهات الوطية التنظيمية على هذه المباراة تمشي على قدم وساق، الاستعدادات كبيرة من أجل أن يمر هذا النهائي في أبهى حلة. الاستعدادات أولا بإدارة المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء التي تستعد بشكل كبير من أجل أن تكون الأرضية جيدة لهذه المباراة، من أجل أن تكون كذلك يكون محيط الملعب في أبهى حلة، من أجل أن تكون كل الأمور الخاصة بهذه المباراة تكون 10 على 10. ضف على ذلك الاستعدادات اللوجستيكية الخاصة بهذا النهائي من أجل أن يمر النهائي في أفضل الظروف. أعتقد أن الأمور كلها الآن جاهزة من هذه اللحظة، بما فيها الملاعب الخاصة بتدريب فريق الأهلي المصري وفريق كايزر شيفت الجنوب إفريقي. كل الأمور جاهزة، والنهائي أكيد سيكون في أفضل الظروف، وإن شاء الله يتوفق فريق الأهلي المصري في التتويج والصعود إلى البوديوم، وتكون أرض المغرب فيها الخير على الفريق القاهري يا رب إن شاء الله. أستاذ حمزة أيضا عايز أسألك على الجمهور في المغرب والصحافة المغربية، هل الصحافة المغربية بتتناول هذه المباراة في ظل التنظيم إن شاء الله الرائع اللي هيكون رائع؟ احنا متأكدين طبعا المغرب دائما الحقيقة بتفاجئنا دايما بتنظيم رائع لكل الأحداث اللي بتتعمل فيها، فأعتقد أن التنظيم الرائع إن شاء الله هيبقى واضح جدا بداية من النهاردة. هل في كلام في الصحافة المغربية عن هذه المباراة؟ أكيد الصحافة المغربية تتابع هذا النهائي بحكم أنه المملكة هي الأرض التي ستنظم هذا النهائي. هذه من جهة أولى. أكيد الصحافة الرياضية هنا تتابع كما نتابع نحن في جريدة هيسبور وجريدة هيسبريس ونتناول هذا الموضوع بشكل يومي. والآن الصحافة المغربية تتواجد أمام مطار محمد الخامس بالدار البيضاء من أجل استقبال بعثة الفريق القاهري الذي وصل قبل ساعات. أكيد الاستعدادات كبيرة والتحضير من الصحافة المغربية كبير، وعدنا كذلك جزء من المعالجة. المعالجة الأولى هي أن فريق عربي فريق قاهري هو ضيفنا في المملكة. ضف على ذلك تواجد بدر بانون المدافع المغربي الذي فاز بلقب الكونفدرالية رفقة الرجاء ولقب السوبر، وهو أمام فرصة لدخول التاريخ بتتويج بدوري أبطال إفريقيا ويصبح كذلك من اللاعبين القلائل في القارة السمراء الذين توجوا بكل الألقاب الموجودة في القارة على مستوى الأندية. هذه كلها معطيات، كلها أشياء تؤكد أن الصحافة المغربية تتابع، وأنتم كذلك تتابعون أن هناك مواكبة كبيرة من خلال عدد من المقالات خلال متابعة تشكيلة الأهلي التي نتمنى أن تتوفق. وأنا دعني أقول لك أنه الجميل في فريق الأهلي المصري هو أنه كل الأسماء جيدة. لما تشوف الحراسة محمد الشناوي وتشوف محمد هاني وبدر بانون ورابع ربيعة وأيمن أشرف
واليو ديونغ وعمرو السوليه ومحمد مجدي أفشة، وتشوف هذه الاسماء اكيد تتفائل خير بانه فريق الاهلي قادر. وانا اقول من الان انه الاهلي مرشح فوق العاده للتتويج باللقب العاشر طيب. على حساب كايزر شيفت الجنوب افريقيا. بمناسبه الكلام في هذا الموضوع، لانه الحقيقه موضوع مهم جدا، كره القدم لا تعرف المستحيل، وبالتالي هناك حملة خلال هذه الفترة على الأقل هنا عندنا في مصر بتتكلم دائما على أن الأهلي المرشح الأكبر تاريخيا وكذا وكذا وكذا، ولكن في نفس الوقت الناس بتتكلم على أن فريق كايزر تشيفز ليس بالفريق القوي. هل أنت مع هذا الكلام؟ أكيد يا أخويا إسلام. شوف، دوري أبطال أو كأس أوروبا للمنتخبات أعطت عبرة لمن يعتبر، برافو عليك، عن المفاجآت الكبيرة. أكيد بطل العالم منتخب فرنسا غادر، وكرواتيا غادر، والبرتغال بطل أوروبا غادر، وشاهدنا الصغار يتألقون. كذلك وصول كايزر شيفت للمباراة النهائية وإخراجه للوداد وانتصاره على الوداد هنا بالزبط. 1-0، أقول على أنه كذلك يؤكد على أنه الأهلي هو المرشح ولكن عليه الحذر. وأنا أقول عبر قناة الأهلي على لاعبي الأهلي أن يكونوا حذرين من الهجمات المرتده السريعه، لانه كايزر شيفت لو الاهلي اكيد انهم درسوا الخصم وتابعوه، هو فريق يعتمد على يعني الهجمه المرتده من الكره الامريكيه والانجليزيه، ويعتمدون بشكل كبير على الاندفاع البدني وعلى الهجمات المرتده. ومن هذه النقطه لدغوا فريق الوداد ان صح التعبير هنا في الدار البيضاء للاسف. نعم. هل وجود بيتسو موسيماني ومعرفته الكبيره بفريق كايزر تشيفز، هل ده يؤثر ايجابا مع النادي الاهلي؟ أكيد. أنا كنت جاي لهذه النقطة زميلي إسلام، والسؤال وجيه. هناك عاملين إيجابيين لصالح الأهلي، العامل الأول أو ثلاث عوامل. العامل الأول هو أنه سيلعب في أرض عربية، أنا أقول أن الأهلي وكأنه اليوم يلعب في مصر، صحيح هو في المغرب وليس في مصر، ولكن الأجواء هي أقرب إليه من فريق كايزر شيفت، أرضية الملعب ستكون رائعة. وكذلك لديه المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي يعرف كايزر شيفت، وهو مدرب كبروفايل ومدرب كشخص، مدرب كبير ويحسن التعامل مع المباريات الكبيرة ويتقن الكوتشينج أثناء المباراة. ضف على ذلك تواجد بدر فانون الذي يعرف مركب الرياضي محمد الخامس خطوة خطوة وشبر شبر، وبإمكانه أن يعمل الفارق في هذه المباراة. تمام أستاذ حمزة. أخيرا، أنا كنت أتمنى صراحة أن المباراة دي يبقى فيها جمهور، لأن أنا كنت متأكد أن لو المباراة دي فيها جمهور كل الجمهور اللي كان هيبقى موجود هيساند النادي الأهلي. أعتقد أن ده صح. لا، ده أكيد، وهذا ما فيش أدنى شك. أنا أضمن لك، أنا واحد من الصحفيين أو قد ألبس قبعة المساند لفريق الأهلي إذا كان الأهلي لعب هنا وفريق عربي. فأكيد إذا كان الجمهور، إذا يعني لو المباراة هذه لعبت بالجماهير بحضور الجماهير، فكانت الجماهير المغربية ستقوم بالواجب اتجاه فريق عربي شقيق. ونتمنى السوبر إفريقي بين الرجاء الرياضي الذي توج به كأس الكونفدرالية والأهلي المصري، ونتمناها العاشرة للفريق القاهر. يا رب إن شاء الله. أنا بشكرك جدا يا أستاذ حمزة، دائما ما بتكون معانا متواجد من المغرب، استاذ حمزه شتوي الناقد الرياضي بموقع هاي سبورت. زي ما حضراتكم شايفين كان بيتكلم عن ما يحدث في المغرب ومسانده ودعم دائم من اخواتنا في المغرب. الحقيقه نتمنى يا رب ان كل ده، واحنا متاكدين ان هو بيوصل لكل اللاعبين، لانه في النهايه لاعبين لا يحتاجوا الا المسانده خلال هذه الفتره. زي ما حضراتكم شايفين ده وصول لاعبي النادي الأهلي إلى الدار البيضاء. طبعا ده كان منذ قليل وصول البعثة الرسمية للنادي الأهلي أو البعثة الخاصة بالنادي الأهلي للتواجد في الدار البيضاء إن شاء الله لملاقاة نادي كايزر تشيفز في المباراة النهائية يوم السبت القادم. كل الدعوات وكل الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي إن شاء الله بالفوز بالبطولة العاشرة. طيب برضو خلينا نروح لبعض الأخبار اللي موجودة عندنا. عبد الله عبد السلام نجم طائرة النادي الأهلي بيدعم فريق الكرة قبل النهائي الإفريقي، والكاف بيعلن عن الجوائز المالية للنهائي الإفريقي. قال ده خبر مهم الحقيقة، ده طبعا عبد الله عبد السلام وبيدعم فريقه فريق النادي الأهلي، وقال النجمة العشرة إن شاء الله يا أهلي. الكاف بيعلن عن الجوائز المالية للنهائي الإفريقي. أشار الموقع الرسمي للكاف إلى أن الفائز سيحصل على جائزة مالية قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي، فيما يحصد الوصيف 1.25 مليون دولار أمريكي. يا رب. طيب آخر حاجة معانا النهاردة، حارس كايزر تشيفز أيضا هو بيتكلم الأهلي يهيمن على دوري الأبطال، ولكن نأمل أن نحقق اللقب والمفاجأة.
طيب دي كانت اخبارنا النهارده. زي ما قلت لحضراتكم مهم جدا المسانده والدعم خلال الفتره دي او خلال الثلاث ايام القادمه. صدقوني كل حاجه بتوصل للاعبين، كل حاجه. اللاعبين ينتظر دعم الجمهور من خلال السوشيال ميديا. انا كنت بتكلم امبارح مع بعض اللاعبين، مبسوطين جدا 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 بالترندات اللي بتحصل. ده معناه ان جمهور النادي الاهلي واقف ورانا وشايفينه ومعانا. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده دايما اللي احنا بنستناه من جمهور النادي الاهلي. فنتمنى يا رب ان شاء الله يوم السبت يبقى يوم جيد للنادي الاهلي، ونستطيع ان شاء الله ان نفوز بهذه البطوله. 16 مواجهه لبيتسو موسيماني امام كايزر تشيفز. تعالوا نشوف 16 مواجهه، والمواجهه 17 يوم السبت. تعالوا نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل النجم الكبير وشيخ المدربين، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، هنتكلم معاه عن شكل النادي الاهلي وشكل واداء النادي الاهلي، وايضا هنتكلم عن شكل فريق كايزر تشيفز واداء كايزر تشيفز. نطلع نشوف هذا التقرير عن بيتسو موسيماني، 16 مواجهه مع كايزر تشيفز والقادمه رقم 17، ثم فاصل، ثم شيخ المدربين والنجم الكبير كابتن فتحي نصير بعد التقرير والفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النهارده حلقه مختلفه. حلقه مختلفه ليه؟ لان النهارده انا معايا نجم مختلف. ممكن الشباب اللي موجودين دلوقتي ما يكونوش عارفين، ولكن هذا الرجل له دور كبير جدا جدا في النادي الأهلي في فترات طويلة جدا جدا في عمر وتاريخ النادي الأهلي. كابتن النجم الكبير الكابتن وشيخ المدربين الحقيقة كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ كابتن إسلام، والحقيقة سعيد جدا 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 بتواجد حضرتك معايا، وبشكرك طبعا ان انت قطعت اجازتك وجيت عشان تطل على جمهور النادي الاهلي من خلال البيت الكبير. فبنشكرك جدا جدا على وجودك معانا النهارده. طلتك انت اسلام هي اللي بتجبرنا ان احنا بنتعلم منك. ربنا لا 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 نكون جنبك هنا ونيجي لجمهور النادي الاهلي اللي صنعنا كلنا طبعا. كان له دور فيه. وحضرتك كان لك دور كبير جدا في مجالات كتيره جدا، وفي كره القدم في النادي الاهلي وفي تاريخ النادي الاهلي. ربنا يديك الصحة، ودايما كده تبقى دايما موجود معانا وتطلع من شاشة قناة النادي الأهلي. كابتن إسلام، النادي الأهلي صنع ناس كتير قوي طبعا، وإحنا منهم طبعا، وإحنا بدون النادي الأهلي ولا حاجة يعني طبعا. هذا الموقف وهذه النعيم أو الفضل أو العيشة اللي إحنا عايشينها بفضل النادي الأهلي يعني طيب. النادي الأهلي طبعا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، لكن النادي الأهلي هو صانع الأجيال، مش دلوقتي، من قديم الأزل. وإحنا صنعنا مثل صنع اللعيبة، صنع المدربين، صنع الإداريين، صنع كل النجوم دي كلها. أيوة. فالنادي الأهلي بجمهوره بإدارته بمن حضر من أجهزته، هي ده يعني نقدر نقول منظومة النادي الأهلي الكروية. بما أننا بنتكلم عن صناعة الأجيال، فإذا قلنا صناعة أجيال فيبقى نقول الكابتن فتحي نصير صناعة أجيال كثيرة جدا في النادي الأهلي. الحمد لله. ويعني أسماء كبيرة جدا جدا داخل النادي الأهلي، يعني يكفي إن احنا نقول محمود الخطيب. طبعا يعني ده نقدر نقول نقول البكر بتاعنا اللي احنا اللي هو أحد النجوم اللي احنا تشرفت إن أنا كنت موجود واللي قدمته للنادي الأهلي وجبته للنادي الأهلي من نادي النصر من السنوات الرياضية. الكلام ده سنة 70 يعني أنا 50 سنة أهلي مع الخطيب. مش باين يعني يا كابتن، ربنا يديك الصحة يعني. وبعدين حظنا يا كابتن إسلام إن هو يعني لما بدأ صغير وبدأ في نادي النصر، بدأ في الثانوية الرياضية، جبنا النادي الأهلي، فكنت بدربه في الثانوية الرياضية، ثم بدربه في النادي الأهلي. أيوه. ثم بدربه في منتخب الناشئين، ثم بدربه في منتخب مصر، ثم بدربه في منتخب النادي الاهلي الفريق الاول. ايوه. ثم منتخب مصر الاول. فالى ان ايه اللفه دي؟ يعني وبعدين لما خلص واعتزل وبدانا حياته، ثم يعني قصه الجواز، ثم البيت، ثم المتابعه، ثم حتى اللحظه اللي احنا فيها. أيوة. هو كمان الوفاء عنده عالي جدا. أيوة. يعني هو عارف من هو فتحي نصير بالنسبه له طبعا، ماذا قدم له، وهو كمان بيحاول بقدر الامكان في وقته اللي هو رغم ان هو مشغول ان ما ينساش من كان له دور معاه في حياته، في حياته العمليه، في حياته الدراسيه، في حياته الكرويه، في حياته الاجتماعيه، في حياته العائليه طبعا. في كل ده الحمد لله كان ده نموذج.
طبعا في بقيه المجموعه في ده في البيت عند حضرتك الصوره دي. الصوره دي عندي. كان هو كان في ثانويه عامه. ايوه. وبعدين كنا الله يرحمه الفريق مرتجي. أيوة. رئيس النادي الاهلي في الفتره دي احد الرموز الكبيره. جالي عاوزين ندوله دروس خصوصيه لان عاوزين نساعده. فكنا بناخد الدروس في عندي في البيت. ايوه. وبعدين هو البيت بتاعه في مكان بعيد في بعد العباسيه في عين شمس. ايوه. والمدرسه قريبه فعاوزين والنادي قريب ليا للبيت فاحنا عاوزين نحافظ على المنظومه دي كلها. وكانت امانه والدته الله يرحمها ووالده. ووالده راجل محترم ورجل فاضل فقال لي ده امانه في رقبتك. ايوه. ان هو يكون فكنا حفظت الامانه. فانا طبعا امانه. كنا بنعمل ايه؟ بيجي النادي يا كابتن يتمرن. ايوه. بعد ما يتمرن اخده نروح البيت جيب المدرس بيقعد يدرس له. ياه. بعد ما بيخلص الدراسه بيخش هو كان بيبقى موجود معاه يعني في الفتره دي كان مصطفى عبده وكان زيزو وكان المجموعه دي كانوا عند حضرتك في البيت يناموا عندي. ايوه. بعد ما يناموا الصبح يتعشوا ويناموا الصبح اخدهم بالعربيه ونطلع على اللجنه بتاعت الامتحان. ياه. يخلص اللجنه الامتحان يمتحن ارجع له انا تاني اخدهم ونطلع على النادي نتمرن في النادي ونخلص ويبقى الدراسه هو ماشي فيها وفي نفس الوقت التدريب مع الفريق الاول وفريق النادي الاهلي بيتمرن فيه ثم كده. فكانت الشغل ده زمان كان احتراف بس بطريقه يعني ايه فيها انسانيه عائلية. شويه فيها انسانيه لا طريقه عائليه. أيوة. يعني فعلا الاحتراف العائلي. أيوة. يعني ليه؟ لانك انت بتحتضن هذه النجوم او أيوة. النجوم كده طبعا منهم بيبو الحمد لله اتخرج من خد ثانويه عامه و الوقت ده كان ثانويه عامه كانت ثانويه عامه. أيوة. وكان الامتحانات دي كانت ثانويه عامه. حتى هو كان الصوره دي طلعت في السوشيال ميديا فبيقولوا كاتبين تحتيها ان الخطيب بيوقع للنادي الاهلي. فطبعا هو قال لهم لا ودي مش ما كنتش بوقع العقد ده دي في منزل الكابتن فتحي نصير. ايوه. والمنبه اللي جنبه ده بيقول لي انا كنت شوف الساعه 12 ونص بالليل. ايوه. يعني بالليل بالليل 12 ونص ل 5 بالليل. في ليله الامتحانات وهو عمال يذاكر والمنبه ده يقول لك ده كان بيجنني لان بيصحى الصبح لازم بيصحيه طبعا عشان المدرسه وكده. بس دايما يا كابتن انا كنت عايز اسال حضرتك دايما السؤال ده اشمعنى محمود الخطيب يعني ما هنتكلم دلوقتي عن البطوله الافريقيه وكل حاجه بس بما ان حضرتك معانا ما ينفعش نعدي اشمعنى محمود الخطيب اشمعنى مصطفى عبده الاسماء اللي حضرتك قلتها دي اسماء يعني بسم الله ما شاء الله كلها اساطير. شوف يا كابتن يعني اشمعنى جت عينك على ده خدته وديته كابتن مصطفى خدته يعني ده كابتن كان هو في جاي اختبارات الثانويه الرياضيه. اوكي. وهو بيعمل اختبارات الثانويه الرياضيه كان فيها في نفس الفتره دي كان من نادي الزمالك فاروق جعفر كان الخواجه. yeah. نفس الاجيال دي غانم سلطان في الحاجات دي كان مجموعه تانية من اللي عندنا الاجيال اللي طلعت بعد كده. يعني غير بعد فاروق جعفر والخواجه اللي هم كلعيبه من ضمن الناس المعروفين. ايوه. فهو جه بقى بنعمل له اختبار ودايره وكل واحد يحتفظ بالكوره لمده دقيقه كل ما طعم منه الكوره يروح يجيبها. فلقيت اللعبه ما كنتش اعرفه بقى يعني طبعا. كان محمود الخطيب فلقيت الكوره ما وقعتش لمده دقيقه ما وقعتش الكوره محتفظ بيها في الهواء وما نزلتش من على كتافه يعني من دماغه لكتافه لفوق ما نستعملش رجليه خالص. ياه. بقيت اللعيبه يعملها مرتين وتقع ورا وتعمل كده ويعملها قلت له تعالى قلت له تعالى انت اقعد خلاص اللي بيعمله ده صعب جدا مدرب يعلمه. موهبة بيعلم دي موهبة فالموهبة دي خلاص انت والجسم كان موجود والعضلات منسابة والعضلات طويلة وكده تعالى اقعد والباقيين يعملوا الاختبارات فانا بركز على الباقي فهو كل شوية يقول لي اقوم يا كابتن. اقول له لا خليك قاعد. اقوم يا كابتن اقول له لا خليك قاعد. ايوه. فيقولوا له اللي قاعدين ورا انت ما عندكش واسطة ده هو ده بتاع النادي الاهلي عليا انا وانت يا ابني مش في النادي الاهلي. وهو شوف كلمه شوف له حد يكلمه. فالمهم كل شويه برضه كان اقوم اقول لا اقوم لا
خالص. لغايه في الاخر في تقسيمه قلت له انزل، وبعدين بعد كده راح. بس انت كنت واخد قرارك قبل التقسيمه؟ خلاص قرار لا 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 منتهي. ده متاخد وكاتبه وبتاعه والورقه ده. فالمهم راح فلقيته في يوميها واحد بس اللي نجح في المجموعه كلها، لان كل يوم كنا بنختبر مجموعه كبيره كده. كان مقدمه السنه الرياضيه، فجه لقى اسم واحد المكتوب، فجاي بيقول له يا كابتن هو اللي بره الناجحين ولا ساقطين؟ وافتكر يعني مش ممكن نجح واحد يعني. قال لك ممكن يكون الساقط كده. قلت له انت الناجح، مش انت اسمك محمود ابراهيم عبد الرازق الخطيب؟ 31/10/1954. قال لي ده عيد ميلاد تاريخ ميلاده والبتاع. قال لي بس انا الواحد. قلت له طب خلاص ما انت الوحيد اللي نجح. قال لي بس انا ما اختبرتش. قلت له ما اختبرتش ايه يا ابني؟ روح بس كمل. مالكش دعوه بالكلام ده. كمل الكشف. المهم هو كمل. كمل الكشف بقى. وبعدين بعد كده قال لي انا عايز اروح النادي الاهلي بعد ما دخل السنوار دي. اوكي. قلت له روح النادي الاهلي. انا طبعا اتمناه يروح، بس مش عايز زي دلوقتي اللعيبه بالفلوس وبكده بالحب. فقلت له عاوز تروح النادي الاهلي روح هناك وقدم، هيختبروك في انت مرحلتك كان تحت 16 سنه. هيختبروك ولو لو كويس هياخدوك. مين اللي هيختبره هناك؟ انا. ايوه. يعني مش حد تاني. فقلت له انت روح بس هناك وكده، وانا بقول يا رب يجي، بتمنى طبعا ان هو يجي. وفعلا جه. قلت له تعرف تروح النادي الاهلي؟ واحنا كنا فين؟ في استاد القاهره. اعرف اجي النادي الاهلي. فالمهم جه وراح فلقاني. قال يا كابتن اروح فين؟ قلت له تروح فين؟ كان في عندنا الله يرحمه حنبله. يا حنبله هات فانيلا له نمره كام؟ نمره 10. حاجزها ما اديتهاش لبني ادم فعلا يا كابتن. انا من اول الموسم ما اديتهاش. في دماغي ده لازم يجي وهي دي. سبحان الله. فدخل محمود واتمرن وخلاص بدات الرحله. خلاص بدا الرحله ودخل النادي الاهلي واتمرن. وبعدين اول ماتش كان مع نادي النصر. كسبنا 5-1. جاب 3 جوال وكل جول يجيبه يروح يعيط. قلت له تعيط ليه؟ هو بيعيط النادي القديم عشان نادي النصر. عشان نادي القديم يعني وكده. فالمهم بدات الرحله. ده كان نادي اهلي. ثم بعد كده لما مع المنتخب في خدناه في بطوله كاس امم افريقيا 74. ايوه. اصغر مدرب كنت انا، وهو اصغر لاعب 1974 في كاس امم افريقيا 1974. ايوه. وبعدين كان موجود احتياطي هو مصطفى عبده. ففي ماتش جمال عبد العظيم متعور، فقلت لمصطفى تعالى سخن. أيوه. قال لي يا كابتن هسخن اعمل ايه؟ قلت له انزل. قال لي ده الحكم هيصفر. قلت له هتفرق معاك النص دي هتعرف قيمتها. فعلا مصطفى عبده نزل والحكم صفر. كابتن منتخب مصر بقى. كابتن منتخب مصر بقى الاقدم بالنسبه لمحمود الخطيب، يعني اللي هو كابتن محمود الخطيب في المنتخب نص دقيقه دي اللي هو كان اللي نزلها. اللي نزلها دي. وبعدين كمل معانا بقى محمود الخطيب في المنتخبات، وسافرنا لوس انجلوس مع بعض. ايوه. 84. ورجعنا وبعدين مع النادي الاهلي بطولات الافريقيه، بطولات المحليه، بطولات دوري ايام هيديكوتي. فالحمد لله يعني كان له دور كبير قوي. وما انساش حاجه، كان تقول الناحيه الانسانيه. اقول لك الناحيه الانسانيه، انا كابتن اسلام كنا في منتخب مصر في السودان. تمام. المنتخب الاولمبي، فانا اللي كنت موجود هناك وقاعدين وكده. وكان في مباراه وديه في نادي بمناسبه المرحومه جيهان السادات. ايوه. كانت عامله الوفاء والامل، فعملت مباراه للوفاء والامل عشان تجمع اموال وكده. ايوه. فعملوا الماتش ما بين اهلي وزمالك، وكان الخطيب بيلعب هنا في لانه هو المنتخب الاول مش منتخب الاولمبي. فالله يرحمه الكابتن لطيف بيقول ان احنا دلوقتي هنقضي احداد على وفاه المرحوم كابتن فتحي، والد الكابتن فتحي نصير
المتواجد الان في السودان مدرب منتخبنا الوطني. اه فانا عرفت من التلفزيون. ياه يعني عرفت وفاة والدي من التلفزيون. ما كانش في بقى زمان الاتصالات والحاجات السهله دي البعض صح. ولا الكلام ده، فعرفت من التلفزيون. المهم خلاص هعمل ايه، ما ده فؤادي مدني وشغلانه وقاعدين هناك. فالمهم خلصنا، خلصت المباراه، وبعدين صعب ان انا ارجع في الفتره دي ان انا اكون موجود. فاختاروا حتى حماده صدقي بعد كده يبقى يرجع معايا، لان يبقى كان لاعب يعني الظروف اللي انا كنت فيها يساعدني. وفجاه مش مفاجاه، هي دي الحقيقه، لقيت اللي قام بدور فتحي نصير في مصر، انا ماليش اخوات كبير، مات ماليش اخوات، فمحمود الخطيب هو اللي خد الوالد وراح صلوا عليه ودفنوه في العزبه في طنطا. في عزبه هناك، في عزبه شوبر. وراح اندفن هناك. وبعدين يعمل ايه؟ راح ل كان ابن خالي هو الكبير اللي هناك مجد نصير، راح له بيقول له هل حاج احمد صبحي عليه فلوس لاي حد؟ ده كابتن خطيب. ده الخطيب. انا ما عرفتهاش منه. عرفتها بعدين؟ من الناس. لا من الناس. يعني شوف مدى الوفاء. الحاجات دي حساسه جدا جدا طبعا جداً. ده الارتباط اللي هو معايا بقى. هو بيحاول يرد شويه او يحاول يدينه حاجه. فبيقول له في حد عليه فلوس له؟ قال له لا، ده الحمد لله ده هو عنده فلوس للناس التانيين. قال له طب اي حد لو في اي حاجه يا ريت تبقى تبلغني وانا رايح معاه. المهم خلص دفنوه الخطيب وبتاع وكده، وراح راجع محمود على مصر. وقابلني بعد كده في لما رجعنا من السودان، لقيته جاي المطار. وهو في الحاله دي ما كان لاعب، هو ما كانش لا اداري ولا مدرب ولا كده، بس ده الوفاء. دي قصص يعني همسه او لمسه من وفاء هذا البني ادم، زي وفائه دلوقتي لفرقته والنادي الاهلي رغم اصابته، رغم تعبه. هو دلوقتي تعبان وهو مسافر، عنده ظهره دلوقتي عليه تعب كتير، لكن بيسافر وبيحب ناديه وبيحب فرقته، وعشان كده مع الفرقه على طول. احنا طبعا مش هنعمل، مش هنتكلم على محمود الخطيب اللي ممكن نتكلم فيها ليالي. حضرتك بتتكلم عن كابتن محمود فعلا، ولكن احنا متاخدين شكل خلال الفتره السابقه حاجه اسمها الترند الايجابي. الترند الايجابي ده يا كابتن ان احنا يعني بنشوف الناس كلها بتطلع، او بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما بيروح في اتجاه ان ايه، بيروح في اتجاهات احنا ما بنحبهاش كاهلاويه. فاحنا بنحاول من خلال القصص اللي حضرتك بتقولها، هي دي قصص ما بين الكابتن فتحي نصير والكابتن خطيب، ولكن تعلم الشباب اللي قاعد بيتفرج الوفاء. يعني طبعا إيه كلمة الوفاء لانها اصبحت يعني حاجات نادره دلوقتي ما تلاقيهاش. لا لا صعب. يعني حتى في حلقه تريزيجيه، حلقه الجمعه، حلقه يوسف، كابتن محمد يوسف، كابتن شادي، كل الحلقات دي الحقيقه عملت هذا الموضوع او عملت هذا الموضوع. فلما اسمع منك هذا الكلام انا باخده وبنحطه في شكل قصص عشان الناس تتعلم ماذا كان يحدث في السابق وايه الفرق ما بين قبل كده ودلوقتي، ونحاول ان احنا نوصل لمثل هذه الامور. يا ريت يا ريت. يعني يعني شوف يا كابتن اسلام، انت جبت الصوره اللي هو بيذاكر وعندي في البيت. هو ما نساش الموقف ده. طبعا في الموقف ده هو ما نساهوش. فاذا لما كبر ودخل الكليه وبيتخرج وبعدين بقى لعيب كبير، ما نساش هذا الموقف ان هو كان في البيت وكان بيقعد وكده. فهو بيرد بطريقته، كل واحد بالظبط. يعني هو بيردها لي بطريقه تانية. فان انا ما كنتش موجود وكنت مع المنتخب بره في السودان، وفوجئت بيه ان هو بيعمل اللي كده. بيقوم بدور لو فتحي نصير موجود هو بيعمل كده. والحاجه التانية يقول له تعالى يا حاج ماجد هل عليه فلوس لاي حد؟ فحتى الراجل اتخض، قال له يعني ان مش ممكن كده، وانا معايا الفلوس، كان واخد معاه، قال يعني مش لسه هبعت لك ولا كده؟ قال له لا، انا الحمد لله الراجل ده يعني ده خير على الناس كلها، وهو مدين الناس كلها. لانه الحقيقه زي ما قلت لحضرتك الترند الايجابي ده اللي احنا دايما بنبحث عنه. فاحنا دايما في كل اسبوع كده بنعمل حلقه، لان فضل، لان حضرتك بدات بفضل جمهور النادي الاهلي على كل النادي الاهلي او اسم النادي الاهلي، وبالتالي دايما احنا بنبقى مع الجمهور. النهارده عاملين تقرير كده صغير مع احد العاشقين للنادي الاهلي، احنا عملنا قبل كده
واحد كان عنده تيشيرتات النادي الاهلي كلها من سنه 70 لغايه دلوقتي، واحد قبل كده كان عنده مجلات النادي الاهلي كلها من بدا من ساعه بدات لغايه دلوقتي. النهارده نشوف تقرير مهم جدا عن احد العاشقين لنادي الاهلي الحقيقه، ونشوفه عامل غرفه النادي الاهلي، نشوفه عامل فيها ايه. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى مع الكابتن فتحي نصير عن النادي الاهلي وطريقه لعب النادي الاهلي امام كايزر تشيفز، طريقه لعب كايزر تشيفز. وهنسال كابتن فتحي السؤال المعتاد اللي حضراتكم اتعودتوا عليه خلال هذه الايام، وفريق كايزر تشيفز فريق قليل زي ما بيتقال وزي ما عايزين يصدروا دايما. هنطلع نشوف هذا التقرير مع محمد الجبري، وبعد كده هنرجع هنطلع فاصل. ومحمد جابر، محمد جابر احد المشجعين للنادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي، نطلع نشوف عامل ايه، ونرجع بعد تقرير فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع كابتن فتحي. والحب للنادي الاهلي بدا من نص الثمانينات كده، 85 86، كان عندي 5 سنين 6 سنين، وكان الاهلي في الفتره دي طبعا وحش افريقيا ومكتسح افريقيا، فبدا بقى التعلق بالنادي الاهلي. والوالد طبعا الله يرحمه هو اللي حبب الواحد في النادي الاهلي لتشجيعه النادي الاهلي. وبدات اروح بقى مباريات وابقى واعي من نهائي كاس 92 الاهلي والزمالك، والاهلي كسب 2-1 بالجونين بتوع كابتن ايمن شوقي. ومن ساعتها بقى بدات رحله المشاوير ورا النادي الاهلي، السفر ورا النادي الاهلي، وحب النادي الاهلي وعشق النادي الاهلي، وكل الماتشات بره القاهره وبره مصر خالص، ماتشات كتير الواحد سافرها ورا النادي الاهلي. الموضوع بدا السنه اللي فاتت بعد الكورونا، مفيش استادات، مفيش ماتشات، مفيش كافيهات، مفيش تجمع مع الاصدقاء. جت الفكره من هنا ان ليه لا نعمل مكان، انا بحب النادي الاهلي وبعشق النادي الاهلي، الماتش يا بتفرج عليها في الاستاد يا في النادي، مفيش استاد ومفيش نادي، انا هعمل استاد ونادي. فقررت من هنا جت الفكره ان انا اوضب المكان كله زي ما انتم شايفين، تجمع للاصدقاء، بنتفرج على كل الماتشات بتاعت النادي الاهلي هنا، ناس بتحب الاهلي بجد، ناس بتعشق النادي الاهلي. والحمد لله، الحمد لله من ساعه ما المكان اتعمل يعني من السنه اللي فاتت، كل الماتشات اللي اتفرجنا عليها المهمه للنادي الاهلي كلها فوز. طبعا عامل مباريات في المكان بعد ما المكان اتعمل بحوالي 3 شهور كده، في شهر 10 كان ماتش الذهاب بتاع قبل نهائي دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات، كان بين الاهلي والوداد في المغرب، اتجمعنا انا والشله كلنا هنا اتفرجنا، والحمد لله ربنا كرمنا وفزنا 2-0 بره في المغرب. تاني ماتش العوده برضو اللي هنا الحمد لله وربنا كرمنا وكسبنا 2-1، وكانت بقى القضيه ممكن، القضيه ممكن في 27/11 هنا كان يوم تاريخي، احنا كنا قاعدين هنا انا والشله، الماتش كان يوم جمعه، احنا كنا قاعدين هنا من يوم الاربعاء، بيتنا مع بعض اربع وخميس مستنيين الماتش، اربع وخميس وجمعه، وكان ليه طقوس وذكريات يعني فوق الخيال. انا اقترحت على الزملاء ان احنا نصور الانفعالات بتاعتنا واحنا بنتفرج على الماتش، قلت لهم انا حاسس ان احنا ان شاء الله هنكسب النهارده وهنكسب اكتر من واحد، هنجيب جون يا اتنين. وبالفعل حطينا كاميرا موبايل وصورنا الرياكشنات بتاعتنا مع الاجوان، وبعد الماتش ما خلص نزلنا 20 ثانيه بس الفرحه بتاعه الجون الاولاني بتاع مجدي قفشه في الوداد في المغرب في قبل النهائي. بعد الماتش على طول واحد من الزملاء اللي كانوا قاعدين معايا بيتفرجوا على الماتش، في حد صاحبه شغال في الصفحه الرسميه للكاف على السوشيال ميديا، كلمه وقال له ايه المكان اللي انتوا كنتوا بتتفرجوا فيه على الماتش ده؟ قال له والله ده مكان بتاع واحد صاحبنا هو عامله كله اهلي وكنا بنتفرج عنده على الماتش، فاستاذنوا ان هم يجوا يصوروا معانا في ماتش العوده. وبالفعل جم صوروا معانا في ماتش العوده، الاجواء عجبتهم جدا، التشجيع المثالي طبعا للشله بتاعتنا اللي هي كلها مدمنه اهلي وعاشقه للاهلي. وبعد ما الماتش خلص والفيديو نزل بتاع قبل نهائي العوده بتاع الوداد وجاب مشاهدات كتير جدا للصفحه طبعا هي بتاعتهم، اتصلوا تاني واستاذنوا ان هم يجوا يصوروا الماتش النهائي بتاع الاهلي والزمالك نهائي القرن معانا هنا. وبالفعل جم برده صوروا معانا المكان، فكرت على طول جبت حد قلت له انا عايز المكان كده يبقى كله اهلي، المكان كله يتبيض احمر، في بعض الاستيكرات هتشوفوها معموله 3 دي بشعار النادي الاهلي، الستاير جت بلون احمر وراحت مطبعه طبعت عليها شعار النادي الاهلي، الساعه جت النادي الاهلي، النتيجه جت النادي الاهلي، جبت حد خطاط كتب كلمتين طبعا عزاز جدا على قلب كل اهلاوي، الاهلي فوق الجميع واعظم نادي في الكون، وحط طبعا كابتن بيبو العشق واللي هو طبعا اول ما الواحد كان لسه بيحابي كده في الكوره 5 6 سنين كان كابتن بيبو طبعا نجم الملاعب المصريه. وعلى فكره انا رحت حضرت ماتش الاعتزال بتاعه مع الوالد الله يرحمه، وكابتن ابو تريكه برده
أيقونة النادي الأهلي للجيل بتاعنا واللي قبلينا واللي بعدينا بإذن الله. فبنتمنى إن شاء الله إن المكان يكون عجبكم، وده أقل حاجة الواحد ممكن يعملها لحبه وعشره للنادي الأهلي. يعني لو أقدر أعمل أكتر من كده بكتير كنت عملت. أنا رحت كأس العالم للأندية 2012 في اليابان، وكأس العالم للأندية 2013 في المغرب. كأس العالم للأندية 2012 في اليابان إحنا كسبنا الماتش الأولاني مع هيروشيما الياباني وصعدنا قبل النهائي، وقابلنا فريق كورينثيانز البرازيلي وعملنا ماتش حلو جدا 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 عليهم. قياسا بعدد الجمهور كان كل الجمهور اللي مسافر ورا النادي الاهلي حوالي 150 200 واحد، وكان 30000 واحد ورا فريق كورينثيانز البرازيلي. وهم من اداء النادي الاهلي في المباراه وروعه النادي الاهلي في المباراه، بس للاسف ما كانش فيه توفيق ان احنا نكسب. كل الجماهير بتاعه الكورينثيانز وهي خارجه بقت تقابل اي حد مننا من جمهور النادي الاهلي عايزه تبدل معاه اي حاجه، اللي بدل طاقيه، اللي بدل سكارف، اللي بدل ترنج. في ناس كانت معايا قلعت ترنجات وبدلوا الترنجات في قلب الاستاد واحنا خارجين. فنفس الموضوع حصل معايا برضو وانا خارج، حد من الجمهور بتاع كورينثيانز البرازيلي قال لي بليز تشينج السكارف، بدلت معاه السكارف ولحد دلوقتي لسه محتفظ بيه، ذكرى جميله لكاس العالم 2012. والله هو النادي الاهلي ما ينفعش يتوصف بجمله واحده، النادي الاهلي عايز مجلدات وكتب عشان يتوصف بيها وحب الواحد للنادي الاهلي. لكن لو هي كلمة واحدة بس يتوصف بها النادي الأهلي، الحياة، النادي الأهلي هو الحياة. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كابتن فتحي خلينا أخذ حضرتك للشكل الآخر، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. عندنا مباراة مهمة جدا إن شاء الله يوم السبت القادم، مباراة النهائي الأفريقي. سألت حضرتك السؤال اللي دايما بسأله خلال الأيام دي وهسأله بكرة تاني، حضرتك شايف فريق كايزر تشيفز فريق قليل؟ اللي يقول كده يبقى إنسان غير واعي، غير مدرك، ملوش فيجن، ملوش رؤية. رؤية نعم. لكن ليه؟ لأن الفرقة وصلت النهائي. أيوه. هتوصل إزاي؟ مش ببراشوت صدفة يعني. بيقولوا صدفة. لا، الصدفة مباراة اثنين ثلاثة، لكن عشان اوصل مشوار احنا 13 مباراة. الاهلي وصل بعد 13 مباراة. طب يعني هل ال 13 مباراة وصل؟ طبعا هتقابلك في عقبات، الفرقة بتطلع وفرقة بتنزل وفرقة قوية، كل الحاجات دي هم نفس القصة. فاللي يقول لك هذا الكلام مبدئيا يبقى انسان وخط فرق قوية يعني قابلتهم. اذا هذا البني ادم ما يعرفش يقيم. ايوه، ما بيعرفش يقيم حقيقه ان ازاي الفرقه دي وصلت، فبيقول لك لا ده فرقه ضعيفه. ايوه، فطبعا طبيعي ان يقول كده. لا، انا ما بقولوش لا، الفرقه دي فرقه تحترم وفرقه منافسه وفرقه جديره بالاحترام والتقدير انها طبعا وصلت. وارجو الناس ما تخلطش بترتيبها في الدوري العام، في الدوري، دوري جنوب افريقيا. دوري جنوب افريقيا ليه؟ لان هم ممكن عندهم مباريات متاجله، ممكن هم دلوقتي مش مظبطين، ممكن هم مركزين على البطوله القاريه مش بيبصوا للبطوله المحليه. كل دي فرق يعني لازم 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 نحترم هذا الفريق. وبعدين من حسن حظ النادي الاهلي ان بيتس موسيماني الجنوب افريقي هو ادرى بهذا الفريق. 16 مواجهه والقادمه 17، فهو ضد كايزر تشيفز يعني. فهو عارفهم وعايش معاهم. أيوه. وعارف كل صغيره وكبيره. مش مستني حد يقول له، ومش مستني حد او محلل يفكره بالفرقه دي. فهو عارف كل واحد بيلعب ازاي وكل أيوه. طريقه لعب ايه وكل الكلام ده كله. يعني ده وصول الفريق يعني. لا بالظبط كده، ده وصول الفريق. ده منذ قليل يعني وصول بعثة النادي الأهلي إلى الدار البيضاء استعدادا إن شاء الله لمباراة يوم السبت القادم نهائي دوري الأبطال. زي ما حضراتكم شايفين بنحاول دايما تبقوا حضراتكم معنا لحظة بلحظة وماذا يحدث في بعثة النادي الأهلي أو مع بعثة النادي الأهلي. واستعدادات مكثفة الحقيقة، السفارة المصرية في المغرب وكل الناس الحقيقة المصريين اللي قاعدين هناك والمغاربة الحقيقة عاملين زي ما حضراتكم سمعتوا من الناقد الرياضي حمزة شتاوي، قال لكل المغاربة هيبقوا متواجدين إن شاء الله لمساندة ولدعم النادي الأهلي. متوقع كابتن فتحي؟ طبعا متوقع كده. لأن أولا بلد عربي. المغرب، المملكة المغربية يعني
من الدول اللي احنا بنغذي بيها شمال افريقيا. ايوه. تونس والجزائر والمغرب، بدر بنون من عندنا برضه هناخد من الحب جانب بالنسبه لبدر. طبعا. فنفس المغرب هي دلوقتي الفرقه دي هي اللي طلعت الوداد من عندهم. ايوه. فبرضه كل العوامل وكل العناصر بتقول، لكن خلي كل دي عوامل خارجيه. مظبوط. خلينا الداخلي هي الفرقه اللي هتأدي في الملعب. دايما كنا حضراتكم بتقولوا لنا ان هناك فارق كبير بين التاريخ وارض الملعب. اكيد التاريخ بيكتب. اه. يعني مفيش تاريخ في المستقبل، لكن دايما يقول لك المستقبل في ايه؟ ما نعرفش. صح. لكن التاريخ لغايه دلوقتي في ايه قبل كده؟ صح. هل ده هيفيد؟ يفيد في حاجات تانية. يعني زي ما نقول ايه؟ شخصيه لاعيبه النادي الاهلي. طيب. الخبرات اللي عند لاعيبه النادي الاهلي. المخزون الخططي اللي عند لاعيبه النادي الاهلي. المخزون المهاري مش البدني، البدني دي كلمه كان الناس بتقولها مخزون بدني، لكن انا بقول مخزون مهاري. ايوه. يعني مهارات اللعيبه للنادي الاهلي. أيوه. والمخزون الخططي والمخزون الخبراتي. خبراتي ايه؟ انهم لعبوا هذه المواقف وهذه المباريات كتير، مش اول مره يلعب هذه المباراه. تمام. وبالتالي النادي الاهلي هيلعب هذه المباراه وهو عنده كل عناصر او كل وسائل الوصول للقمه موجوده مع لاعب النادي الاهلي. ايوه. مدرب محنك حافظ الفرقه اللي قدامه، هينقل لهم، هينقل لفرقه النادي الاهلي كل صغيره وكبيره ويحفظها لهم ايه. دي واحده. عندك انت دلوقتي احنا لو نتخيل فرقه كايزر، يعني كايزر هتلعب ازاي؟ ايوه. هي طريقه لعبها عاده اللي هي اللي بتلعب بيه الزون مش في نص ملعب، كمان في ثلث ملعب. مظبوط. وبتكتله ويعتمدوا على هجمات ده من اول دور ال 32 لغايه دلوقتي بيلعبوا بنفس الطريقه، ويعتمدوا على الهجمات مرتده. مظبوط. هو ده بقى شغلهم وده اللي حافظينه. طب انت كنادي اهلي، لا انا النادي الاهلي عندي مهارات خبراتي وشخصيه لاعب النادي الاهلي في مهارات لعيبه النادي الاهلي. في ان واحد ضد واحد، ان انا ارقص، ان انا ارقص واشوط، ان انا ارقص واخد فاول. انا لسه كنت هسال حضرتك. هل التكتل الدفاعي المتوقع او هي دي طريقه ده هيحصل؟ ده هيحصل. هل ممكن نفاجئ بطريقه ثانيه ولا لا؟ لا لا صعب. هو هيبدا بكده. هو عاده بيبدا بكده، لما بيغير بيغير، بس لازم يبدا بكده، هي دي البدايه. اوكي. هياخدها في ثلث ساعه، في نص ساعه. ممكن انت شوط اول مثلا. يعني شوط اول او نصه. تمام. وزي ما عرفنا ان الاتحاد الافريقي قال لك ان دلوقتي في حاله التعادل هيبقى في وقت اضافي ربع ساعه وربع ساعه ثم ضربات ترجيح. يعني لو حصل تعادل هو اضافه دي ما كانتش قبل كده موجوده. قال لك ان هيتعمل وقت اضافي. هتاكد منها دلوقتي؟ لا 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 انا اقولها لك يعني. أكيد. طبعا طبعا. ربع ساعه ربع ساعه وربع ساعه ثم ضربة ترجيح وقت التعادل. اذا هو حاسس ان الوقت قدامه ساعتين من الساعه ونص. فهو عايز يطول المباراه. يعني هو كل ما تطول المباراه ده صالح. هو عايز يعمل كده. بس هو كمان ضده الوقت الاضافي اللي اتعمل. لانه كان يقول لك 90 دقيقه ان انا اقدر اصمد ضمن الاهلي. لكن ساعتين هيبقى صعب يصمد ضمن الاهلي. لكن برضو متوقع كابتن ان الهجمات المرتده يبقى ليها دور. طبعا طبعا. الهجمات المرتده عايزه شيء من التركيز عندنا والعمق الدفاعي. لابد ان يكون هناك عمق، ولازم زياده عدد لاعبي المدافعين على واحد، اثنين ضد واحد، يعني نبقى احنا اثنين لما يكون واحد مهاجم، نبقى ثلاثه لما يكون اثنين مهاجمين، لازم نبقى احنا زياده واحد، دي واحده، ولازم العمق اثنين. طب الهجوم ازاي هضربه؟ هتضرب هذا التكتل وخصوصا في التلت، لا اما بالتسديد، لا اما بالاوفرات وضرب الكره بالراس، لا اما بالمراوغه عشان تاخد ضربة حرة مباشرة أو غير مباشرة، أو تجيب جوه، ولو جوه المنطقة تبقى ضرب جزاء، أو تراوغ وتسدد تاني على أساس إن أنا أجيب جول. ملكش غير التلات وسائل دول. أيوه. اللعبة على الأطراف. طب هتلعبها على الأطراف إزاي؟ مش هتبقى مقفولة يا كابتن فتحي؟ هتبقى مقفولة لما يعني أنت لما تلعبها هيبقى عندي مراوغة اللعيبة بتاعتي، مهارتي يعني عندي. في الأول وفي الآخر المهارة هي اللي هتحكم. المهارة طبعا مبارك. عندي مهارات مهارة فردية. المهارة الفردية لها دور وهتكون كلمة السر. المهارة الفردية
والتسديد من خارج المنطقه. ايوه. واستخدام ضرب كره بالراس، وشفنا محمد شريف في الماتش الاخير باثنين ضربات راس، يعني تحس ان في مهاجم بيعرف يجيب جول بدماغه. ايوه. مش ان هو بيلعب كره، فرق ان انا العب الكره في الجول، وفرق ان انا اطلع واركب وباصص للكره وحاطط ان انا بحط الكره ازاي في الجول. ايوه. دي كلها بتساعد. يبقى اذا ان انا المجموعه دي كلها لا اما المهاره الفرديه في واحد ضد واحد وقادرين، يعني اي لاعب من لعيبه النادي الاهلي عنده هذه المقام، المدافعين والمهاجمين وكده، مع العمق الدفاعي مع التركيز الدفاعي، مع ما سيبهمش يلعبوا اكتر من ما سيبش واحد ضد واحد في الدفاع، لازم نبقى اتنين ضد واحد. أيوة. واحد بيلعب والتاني بيعمل الكفر. اما بالنسبه للناحيه الهجوميه ماليش غير ان انا ارقص او ان انا احاور او ان انا اقضي على اخد الكوره واروح اللعبه ارقصه. هتقول لي اللعيب انت هترقص في الثلث الاخير، يعني أيوة. انت قريب من الجول. مظبوط. مش بقول لك رقص قدام جولك او في نص الملعب، ده انت هتقعد تنقل الكوره من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، بس لازم واحد يخترق. الاختراق ده هتجبر رقم طولي. هم عندهم العنف موجود طبعا، هيشربوا الفاولات كتير قوي. لو في حكم يديك حق هنقدر فيها. كابتن فتحي برضو، هل من الممكن احنا نشوف تغييرات جديده في النادي الاهلي؟ بمعنى ان حضرتك بتقول ان المهاره الفرديه هيبقى ليها دور كبير أوي. من الممكن نشوف ممكن موسيماني يغير من تفكيره في بعض اللاعبين ويلعب بلاعبين اكثر مهاره فرديه مثلا؟ كابتن اسلام، اللعيبه كلها انا شايف ان مهاراتهم عاليه. أيوة. يعني مش موضوع انه بيغير عشان يجيب اصحاب مهارات. جميع لاعبي النادي الاهلي مهاراتهم عاليه جدا. المهاجمين ولاعيبه وسط الملعب والمدافعين. أيوة. يعني مش هيقول ده بيعرف يرقص وده ما بيعرفش يرقص، ده أيوة. بيحاور ده ما بيحاورش. نمسك اي لعيب اي تشكيله هو هيلعب فيها. احنا بندعو الله سبحانه وتعالى ان هو ربنا يوفقه، لان التوفيق له دور في هذه المباراه وفي النهائيات والمباراه الختاميه دي. التوفيق له دور كبير قوي قوي قوي. التوفيق في المدرب انه يختار الفرقه مظبوط، والتوفيق في اللعيبه انها تنفذ كلام المدرب، والتوفيق في حكم يديني حقي. ان الحكم لابد ان يعني احنا مش طالبين انه يجي منا، فعشان كنت بقول له التوفيق. التوفيق له ان هو ايه يقدر صح، صح تقديراته تكون سليمه، تحركاته تكون سليمه، يدي لكل واحد حقه ليا او للفرقه الثانيه. بدليل احنا مش طالبين اكتر من التوفيق للمنظومه اللي بتلعب. التوفيق للمهاجم بتاع اللي يلعب ويقدر من نص فرصه يجيب جول، انه يركز قدام الجول. هذه المباريات ما بتخلصش بمجموعه اهداف، يعني هي عايزه مهاره لاعب وثقافه لاعب وخبره لاعب واداء لاعب، ثم ثقافه المدافعين اللي عندنا واللعيبه. فالمخزون المهاري لازم يكون له دور، المخزون الخططي لازم يكون له دور، ثم المخزون الفني للعيبه يكون له دور، ثم التوفيق يكون له دور. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن وصول النادي الاهلي يا كابتن للمغرب، استعدادا طبعا لملاقات نادي كايزر تشيفز في المباراه النهائيه. وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل هنرجع ناخد كلمات اخيره بقى من الكابتن فتحي نصير عن هذه المباراه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن فتحي، اعتقد الاربع مباريات اللي لعبهم النادي الاهلي في الدوري كان خير تحضير يعني للمباراه. اكيد لان رفعوا من اداء اللعيبه، من رتمهم، من التحامهم، من اللعب الجماعي، من الاحتكاك، من الناحيه البدنيه والفنيه، من الضغوط، كل دي يعني الضغط العصبي، الضغط البدني، الضغط الفني، كل دي فعلا كانوا اربع مباريات، رغم انهم كانوا يعني قريبين من بعض لكن رفعوا كتير من معنوياتهم، بالاضافه ان ادوهم معنوياته، خصوصا ان الحمد لله ربنا سهل والمباريات كلها كانت في نتائج ايجابيه لصالح النادي الاهلي، فالناحيه المعنويه والناحيه النفسيه رفعت كتير للنادي الاهلي. تمام. هل موسيماني يعتمد على بعض اللاعبين اللي كانوا اللي لعبهم في فترات اقل في المباريات اللي فاتت؟ بمعنى هل ممكن يكون في دماغه حاجه؟ لا، هو
زي ما اتفقنا. حسن الحظ ان هذا الرجل عارف الفرقه دي فخلاص حفظته. بس هو على فكره بمناسبه ان هو عارف الفرقه دي، هو قال في تصريح من اربع ثلاث ايام او من اربع ايام بعد مباراه المقاصه على طول، قال انا بالنسبه لي فريق كايزر تشيفز فريق غامض. ما هو تصريح غريب. لا ما هو ليه بقى؟ هو عارف احنا بنقول عليه، بس غامض لان هو انسان، هو عارف ازاي يتعامل مع الاعلام. اوكي. في اطار الحرب النفسيه. طبعا يقول لك ان غامض، يقول لك ما اعرفش عنه حاجه وكلام ده لازم يقول، لكن هو مش غامض بالنسبه له. هو على الاقل لعب بطوله افريقيا واحنا كله شايفينه، لو مدرب تاني برضه هيعرف الفرقه دي شكلها ايه. طبعا. لكن هو عارف الدخائل ايه وعارف كل حاجه فيه، ويمكن له اصحاب كمان جوه كايزر شيف عارف الفرقه يعني. يعني عارف معاهم 16 مره. يعني هتلاقي على الاقل ليهم شكل طبيعه شكل، يعني لما نيجي الناس تتكلم على الاسماعيلي انت عارف الاسماعيلي بيلعب ازاي. هو فهو وهيختار اللعيبه اللي هو مقتنع بيها، اللي هي بتاعه المناسبات الكبرى. اوكي. المناسبات الكبرى اللي هي المباريات النهائيه. شخصيه النادي الاهلي يا كابتن اسلام هي اللي هتظهر في هذه المباراه، وكفاءه ومهاره لاعبي النادي الاهلي هي اللي هيكون لها الكفه، وهي دي اللي هتفرق ما بين الفرق، ما بين النادي الاهلي وما بين كايزر. وبعدين انت طالع بمعنويات عاليه لانك كسبان الاربع مباريات كانوا ايجابيات نتائجها. انت اخر مباراه لعبها في بطوله افريقيا كانت مع الترجي، مسجل اربع اهداف رايح جاي. هم مسجلين هدف واحد. مظبوط. دي معنى دلاله ان هم ما لهمش يعني القوه الهجوميه القاتله اللي هي عندهم اللدغه، لكن عندهم اللدغات ان هي 1-0 بس كده. فدي احنا هنكون حذرين. لكن 1-0 هو وصل النهائي ب 1-0. احنا هنكون حذرين منها في ان احنا العمق الدفاعي اساسي اساسي اساسي، مفيش اللعب الجماعي الهجومي بالنسبه لهم مش هيعمل. انت لازم تخليهم يفكوا هذا التكتل بان احنا في اول ثلث ساعه او اول ربع ساعه لو ربنا سبحانه وتعالى وفقنا في نسجل هدف شكل المباراه هيتغير، وطريقه لعبهم هيتغير. بمعنى ان خلاص ما لهمش امل، لازم يهاجموا. اوكي. فلو هاجموا اتفتحت خلاص تلعب، اما اللعب بتاعنا اللي هو الطويل اللي بنلعبها وبنلعبها لشريف وبنلعبها كده مش هنلاقيها. مش هنلاقي المسافه كمان خالص. المسافه ضيقه والمكان قليل، يبقى لازم الباصه في الرجل. الباصه في الرجل والمهاره هي لها دور. تخطف جول في الاول تفك الفزوره اللي قدام، السفحه دي هتفك. أوكي. هتلاقي الفرقه دي كلها راحت نص ملعبك خلاص. اما تروح عندك المساحه تبقى مباراه بقى خلاص. بدات انت تلعب، هتلعب كره النادي الاهلي بقى. لكن في الاول اللعب والحرص والتركيز هو هيكون عنوان بداية هذه المباراة. عجبك أكرم توفيق فيما يفعله خلال الفترة السابقة؟ يعني نقول زي ما بنقول لاعبي النادي الأهلي. ما بنشعرش طبعا هاني لاعب متميز طبعا ودور، لكن أكرم جه وهم دول لعبت النادي الأهلي يا كابتن إسلام، إنه يلعب في أكتر من حتة، والفرق كبيرة، المواعيد كبيرة، الفرق كبيرة اللي يكون عندها في كل ملعب، يعني في كل مركز، يعني تلاقي اللاعب بيلعب في 3 4 مراكز. مظبوط. ده الفرق الكبيره مش اي فرقه. فانت لو بصينا للفرقه دي مثلا، عندنا اكرم بيلعب لك في اكثر من مركز. يلعب باك يمين، يلعب في وسط الملعب، يلعب من ناحيه الدفاع، يلعب لك في 3. ايمن اشرف يلعب في اكثر من حته، نفس الحته اللي بيلعب لك. فاذا اللاعب اللي بيلعب في اكثر من مكان هو اللاعب المتميز، وده لعيبه النادي الاهلي تلاقيهم بيلعبوا. مثلا عندك حسين الشحات يلعب ناحيه اليمين، ناحيه الشمال، يرجع يلعب ورا. عندنا طاهر محمد طاهر نفس القصه. اللعيب اللي بيلعب في اكتر من مكان هو اللاعب المتميز، واللاعب المتميز هتلاقيه في النادي الاهلي. دور مجدي قفشه في مثل هذه المباريات. دور مجدي قفشه في هذه المباراه، اولا القدره على الاحتفاظ بالكره ان ما نفقدهاش، ما تفقدش الكره بسهوله، وتغيير اللعب من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، ثم الاختراق لان هو برضه بيراوغ. التلت الاخير ده سهل. التلت الاخير يعني نقدر نقول ايه 30 يارده. ايوه. يعني قلنا التلت الاخير لو الملعب طوله كله مثلا ال 110 او 115 متر، يعني نقول 30 35 يارده تلت. أيوه. الملعب. ايوه. فانت في تلت الملعب سهل انك لما في 5 يارده لما تترقص هتلاقي نفسك 30 يارده تشوت جول. سهل انت من هنا تخترق وتجيب من نص الملعب. ايوه. سهل انت يا قفشه انك هتقدر تلعب، التحركات اللي قدامك دي هتخليهم يخلخل الدفاع، وانت تيجي من المهاجمين المقدمين من الخلف هيكونوا اقوى واخطر طبعا. فده هيبقى متقدم بالنسبه لايمن اشرف. يلعب ثلاثه في وسط الملعب ولا اثنين؟
معنا حمدي واليو وسوليا ولا واحد اتنين تلاتة؟ هي دي بقى بترجع كابتن ان هو الفرقة دي هيلعبها ازاي، مع العلم ان هو زي ما اتفقنا فرقة متكتلة طبعا، يعني مهاجمين مش كتير، يعني نص الملعب مش هتلاقيه. هو ازاي بقى يوزع لعبته ياخدوا اخر خط في مساحة الملعب، اقرب اتنين ولا تلاتة؟ مراكب محمد خامس، احنا قلنا ان مساحات المساحات الدوليه عاده بتبقى من 100 و من عرض الملعب 70 ل 110، 70 ل 110 العرض ممكن يبقى 70، في ملاعب تبقى 60 ويبقى دولي طبعا، طب ما هو الدولي من والى فممكن يبقى 60 ممكن يبقى 70 العرض، فممكن هو العرض الاقل في الدولي، فعشان كده هتبان ضيقه، هتساعده هو، يبقى هتخليني نلعب على الاطراف اكتر، العب على الخطوط اكتر، كل ده هيساعدني ان انا اكتر اللعيبه اللي قدامي في ان انا لعبت بره. أيوة. يبقى الاختراق من النص تمام، لكن انا مش هوقف ثلاثه المدافعين اللي هيلعب بيهم ثلاثه، لان لو الفرقه دي بتهاجم وبتبقى رايح جاي ممكن في حاله واحده بس، اما انت تجيب اجوان وبداوا يهاجموك تفكر في حاجه زي كده. طيب انا لما باجي هاجم في ظل اعداد كبيره واجسام كبيره بتبقى الامور مختلفه عن ان انا الاقي مساحات، الاهلي هيهاجم ازاي في ظل ان اجسام لاعبي كايزر تشيفز كبيره، سرعات، لياقه بدنيه عاليه، في 20 يارد او 30 تميل يارد. تميل للعنف كمان، تميل للعنف، تميل للعنف. مالكش يا كابتن اسلام غير القدره على الاحتفاظ بالكوره برضه. احتفظ بالكوره حتى في الناحيه الهجوميه، حتى في الناحيه الهجوميه ان انا ما افقدهاش، واحتفظ بالكوره ازاي؟ أوكي. ان انا لما امرر لك في الزحمه دي الكوره ما تضيعش، مظبوط، عشان لما هتضيع ابدا هجمه مرتده عليا، لا انا في الحاله دي يبقى التركيز في عدم فقدان الكوره، التركيز في المهاجم اللي هو اللعيبه بتاعتي اللي بيراوغ والاقي واحد يغطيه، يعني عشان لو واحد قطعها منه التاني يعمل له كفر. فاذا دي لازم، يبقى انا هحتاج للمهاره، مهاره المراوغه مهمه جدا، ثم مهاره التمرير مهمه جدا، ثم مهاره التسديد مهمه جدا. هل الحاجات دي كلها هقدر اعملها ك لعبت النادي الاهلي؟ قادرين. ليه؟ لان هم وبعدين الفرقه دي طالما بيلعبوا بعنف يبقى اذا هم في وسط ملعبهم لما انا هرقص كتير ان انا اخد فاولات. حاجه تانية، هم مش هيجروا كتير فهيحتفظوا بلياقتهم البدنيه بالظبط، لان هم واقفين ما بيعملوش حاجه وانت بس اللي عمال تتنقل، فاحنا برضو نخلي الكره تتعب مش احنا اللي نتعب، يعني هم اذا كانوا واقفين احنا برضو هنحاول ننقل الكوره، استخلاص الكوره والمحافظه على الكوره هتجبرهم وهتتعبهم اكتر. أيوة. رغم انهم واقفين هخليهم يتعبوا اكتر ازاي؟ لان انا بلعب الكوره في ناحيه الشمال هم كمان بيتحركوا كده، لكن لو انا العبها انزراعي ثابته كده وتتقطع هيبقوا واقفين. لا انا اجبرهم انهم يتحركوا يمين وشمال، طب انا يبقى لما اوديهم شمال اوتوماتيك مش هيقفوا الناحيه الثانيه هضطر يجروا. يبقى خليهم يتحركوا. ايوه، يبقى ما يقولوش ان لياقتهم مش هتضيع، هتضيع. انا اقدر بس بنسبه اقل يا كابتن، ممكن يعني هي بنسبه اقل بس انا كمان ممكن تبقى ايكوال، تبقى قد بعض. ليه؟ لان انا لما هلعب الكوره مش انا اللي هجري، انا هلعب لك، بس اهم حاجه الاحتفاظ السليم بالكوره. لما العب لك انا الكوره هم هيجروا ثلاث اربع خطوات وانا ما اجريش ولا خطوه. ايوه، انت هتلعبها لي وانا في نفس المكان هاخدها واجري خطوتين واجي العبها كده، الخطوه دي هتلاقي جابت الفرقه كده، هتلاقيهم برضه هم بيجروا. بس الناس ما بتحسش ان بتبص على الفرقه، هي بتبص على الكوره. هتلاقي هم كمان بيجروا. ايوه، فانت اجبرهم على الجري في التلت ده تقدر تجهد. من وجهه نظرك اذا لعبنا على الاطراف فمن المتوقع ان احنا نشوف علي معلول واكرم توفيق يمين وشمال. دور علي معلول اللي دايما بيستغله النادي الاهلي كمفتاح في الجبهه اليسرى، هل من الممكن ان هو نشوفه في نفس الشكل رايح ويعمل اوفرات وكده ولا مش هيبقى كتير لان المنطقه هتبقى زحمه؟ ايوه، ما انا بس عايزين نقول للناس المنطقه هتبقى زحمه، يعني الناس هتبقى واقفه اصلا، لكن هي لما علي معلول لما الهجمه بتكون علينا واحنا بنقدر نهاجم فبتخش على الفرقه اللي قدامك. أيوة. ففي مساحات اصلا موجوده فانت بتستغل هذه المساحات بالكرة الطويله، مش هنلاقي الكره الطويله بتاعتنا. ايوه، مش هتقدر تلعبها، مش هتعرف تلعبها استحاله الا لما انت لو تجيب الفرقه عليك تجيبها ازاي؟ ما انت مش هتجيبها غير انك تجيب جول. طيب، عشان تجبرهم انهم يطلعوا. ايوه، بس غير كده هم مش هيطلعوا.
تمام كابتن فتحي، خلينا نروح للمغرب لزميلنا العزيز كريم احمد يقول لنا برضو على اخبار البعثه. الحمد لله على السلامه يا كريم. هو طبعا في ديلي يا جماعه وقت حوالي 7 ثواني او 8 ثواني. كابتن اسلام الشاطر، كل التحيه ليك طبعا ولكل كابتننا، وطبعا يمكن بنقول الحمد لله على السلامه لكل بعثه النادي الاهلي. رحله استغرقت 5 ساعات و10 دقائق حتى وصلنا هنا الى مطار كازابلانكا او الى الدار البيضاء تحديدا، ومنها الى فندق الاقامه. يعني نقدر نقول فندق الاقامه بيبعد عن المطار من 35 ل 40 دقيقه، لكن وصلنا الحمد لله مع التامين. ابدا معاك هنا كابتن اسلام بحاله الحظر هنا. طبعا انت عارف منطقه المغرب ريد زون طبعا بالنسبه لكوفيد 19، ويمكن الحظر هنا بيبدا 11 مساء بينتهي 4 فجرا. الامور هنا يمكن فيها تحذير كبير جدا وفيها تشديدات واجراءات احترازيه كبيره جدا داخل فندق الاقامه وفي مطار كازابلانكا. الامور هنا مشدده بشكل كبير جدا، لكن يا رب ان شاء الله يحفظ كل اللاعبين حتى ميعاد المباراه المسحه ان شاء الله اللي هتجرى خلال ال 48 ساعه القادمه باذن الله كالعاده، طبعا مع الحفاظ على كل لعيبه النادي الاهلي تكون سلبيه المسحه للبعثه بالكامل. الامور الحمد لله طيبه جدا. مجرد وصولنا طبعا الى مقر الاقامه، فندق مميز نزلنا فيه في المباراه الاخيره اللي كانت امام الوداد المغربي اللي استطاع النادي الاهلي ان يفوز فيها بنتيجه 2-0. يمكن الفندق مميز جدا، اختيارات كالعاده طبعا كابتن سيد كابتن سمير عدلي، كل الامور الاداريه دي بتكون مهمه جدا مع التنسيق الكامل مع السفاره طبعا هنا معالي السفير طبعا اشرف بيهم وكل طبعا مسؤولي السفاره. الامور الحمد لله طيبه جدا يا كابتن اسلام. النهارده نقدر نقول خلاص لعيبه النادي الاهلي مباشره تناولت وجبه العشاء ومنها الى الغرف على ان يبدا بقى اليوم كامل غدا ان شاء الله يكون تدريب في نفس ميعاد المباراه. ميعاد المباراه هنا يكون 8 مساء بتوقيت المغرب، 9 مساء بتوقيت القاهره. الامور الحمد لله طيبه حتى هذه اللحظه. بنتمنى ان شاء الله بقى مع مرور الايام يا كابتن اسلام كل الظروف والمناخ وروح اللعيبه تبان في التدريبات وجديتهم الكبيره، وان شاء الله باذن الله تكون البطوله العاشره من نصيب النادي الاهلي. انا معاك يا كابتن اسلام لو فيها استفسار. يا رب ان شاء الله. السماعه الحمراء حلوه برضو بيني وبينك يا كريم، اللي انت حاططها دي حلوه جدا، السماعه حمراء كابتن فتحي وعامل بيها شغل. هو كريم كده على طول. حاطط سماعه حمراء. تمام يا كيبو. طيب كريم برضو عايزك تطمننا. حبيبي يا كابتن اسلام. الله يخليك. طمنا النهارده برضو مرافق للبعثه منذ الوصول من مطار القاهره وفي الطياره وحتى الوصول الى المغرب. شايف الفريق، شايف التركيز، شايف كابتن خطيب، شايف اعضاء مجلس الاداره اللي موجودين، الشكل العام عامل ازاي؟ الحقيقه كابتن اسلام يعني كل المؤشرات الحقيقه يعني بتدينا انطباع كبير جدا ان اللعيبه مركزه وعارفه اهميه البطوله وعارفه اهميه المباراه وكل الظروف دي لعيبه النادي الاهلي اتحطت فيها الحقيقه. يمكن من مطار القاهره اي لعيب تشوفه تلاقيه ماسك اللابتوب بيتفرج على المباريات السابقه، بيتفرج على المباراه الاخيره، بيتكلم مع زميله. يعني النهارده كان في اكتر من مشهد. النهارده شفنا محمد شريف مع حسين الشحات مع مجدي قفشه، الثلاثه بيتفرجوا على المباراه الاخيره، بيشوفوا لا انت كنت تلعب عليه كده يا حسين، لا انت دي احسن، لا يعني واضح التركيز الكبير مع لعيبه النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب بقى بقيمته الكبيره كرمز لكل الاهلاويه ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي وحرصه الكبير والدائم ان هو يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي في كل المباريات الكبيره والهامه جدا، دي رساله مهمه وبتنعكس على اللاعبين بشكل كبير. من مطار القاهره كابتن الخطيب مجرد يعني وصوله الى المطار ويمكن على طول اول ما طلعنا للطياره سلم على اللعيبه كلها، ويمكن قال كمان لمجدي قفشه كلمه مهمه جدا، قال له انا سقفت لك في الهدف الاخير. يمكن الهدف كان مميز جدا جدا لمحمد مجدي قفشه، روح كبيره جدا وواضح التركيز. واللعيبه انا باكد لك كابتن اسلام المردود ده بيوصل لها بشكل كبير، عارفين الاهميه وكمان الوعي الكبير اللي بناكد عليه كل مره لجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي السند الحقيقي والداعم الاول والاخير، وده بيوصل للعيبه بشكل كبير جدا. جمهور النادي الاهلي لما بيأزر بيكون مع لعيبه النادي الاهلي في كل الامور سواء امور عكسيه او امور ايجابيه لفريق النادي الاهلي، دي بتزود الدوافع بشكل كبير وبتزود الرغبه بشكل اكبر، وده اللي لامسينه الحقيقه كابتن اسلام. أيوة. مع لعيبه النادي الاهلي. طيب. يعني حتى هذه اللحظه لسه ما شفناش التدريبات، لكن متاكدين الجديه والحماس هيكون في تدريب النادي الاهلي. مين اللي متواجد من اعضاء مجلس الاداره؟ يعني احنا شفنا السيد الوزير السابق العمري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره، شفنا الدكتور محمد سراج، يعني اللي انا شفتهم في الصور او في الفيديوهات. مين تاني متواجد؟ استاذ طارق قنديل طبعا. مين تاني متواجد يا كريم؟ برفقة طبعا الاستاذ خالد الدرندلي. الاستاذ خالد الدرندلي طبعا كل الاسماء طبعا. مع الكابتن محمود الخطيب والاستاذ خالد الدرندلي. الحقيقه طبعا يعني مجلس اداره الحقيقه بروح النادي الاهلي وبروح الفانيله الحمراء، ويمكن رسالتهم مهمه جدا، ووجودهم الحقيقه بيسهل امور عديده جدا، سواء وجودنا في المطار، كل الامور الاداريه، خروجنا، الجوازات، التاشيرات. انت عارف يا كابتن اسلام يعني ما بتكون بعثه النادي الاهلي متواجده في اي مكان الامور كلها بتكون مهيئه جدا، لكن كمان بيبقى معاك مجلس الاداره بالقامات الكبيره جدا اللي متواجده، ده امر بيكون مهم جدا. يعني ما نقدرش نقول ان احنا استغربنا
رغم عدد كبير في المطار من الوقت، لكن يمكن المطار كان زحمه شويه، لكن مع الاجراءات ومع الاتصالات اللي كانت مستمره جدا بشكل كبير جدا مع كابتن محمود طيب. الخطيب انهت الاجراءات بشكل سريع ومنها الى فندق الاقامه طيب. الامور طيبه جدا يا كابتن اسلام، بنتمنى بس ان شاء الله يكون التوفيق معنا في المباراه. لو تقدر تقول لنا اليوم بكره ان شاء الله هيبقى ماشي ازاي، والاجواء عندك، درجه الحراره، انا شايف اللعيبه لابسه شورت مفيش مشكله، الدنيا عامله ازاي، احكي لنا برده سريعا الاجواء عامله ازاي، وبكره اليوم يعني افطار الساعة كام، الغدا الساعة كام، المحاضرة، التمرين 10 صباحا كالعاده طبعا هيكون فطار يمكن الرئيسي طبعا لفريق النادي الاهلي، من بعدها 3 عصرا هيكون وجبه الغداء ومنها محاضره فنيه قبل التحرك الى الملعب التدريب اللي هياخد عليه النادي الاهلي التدريب الاول. يمكن الملعب مسمى طبعا ملعب كهرماء الدار البيضاء، يمكن زي ما بقول لك كابتن اسلام تواجدنا عليه في المره السابقه. الملعب بيبعد عن فندق الاقامه 20 دقيقه، هيكون تدريب طبعا 8 مساء في نفس موعد المباراه، 9 مساء طبعا بتوقيت القاهره. الجو فيه بروده شويه، يعني انت عارف طبعا كابتن اسلام درجه الحراره عاليه جدا والرطوبة كانت صعبة جدا في القاهرة، لكن الأجواء هنا مميزة جدا. وعلى طول أول ما نزلنا المطار سألنا قالوا لا الجو يعني فيه تقلب شوية، لكن الحقيقة درجة البرودة هنا بسيطة، لكن جو كروي رائع جدا ومميز. بنأمل إن شاء الله بإذن الله يوم المباراة في نفس التوقيت يكون الجو بهذا الشكل، وينقصنا بقى للتوفيق إن شاء الله كابتن إسلام ودعوات كل بقى جمهور النادي الأهلي بإذن الله، ربنا بس يحافظ على لعيبة النادي الأهلي على مرور الأيام فيها التدريبات، وإن شاء الله بإذن الله نعود من كازابلانكا بها البطولة العاشرة لتزام بطولات النادي. يا رب إن شاء الله. أخيرا أخبار إخواتنا المغاربة إيه؟ يعني اكيد في المطار شفتوا مغاربه، الدنيا عامله ازاي؟ هل اتجاه لمسانده النادي الاهلي، دعم النادي الاهلي؟ الحقيقه نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام، لان كل اللي قابلناهم مشجعي الوداد تحديدا كلهم بيشجعوا النادي الاهلي وكلهم بيتمنوا التوفيق للنادي الاهلي، والحقيقه واضح الروح الكبيره جدا، ويمكن اللي خد الجزء الكبير طبعا هو بدر بنون، الحقيقه اللي يمكن ليه شعبيه كبيره جدا جدا هنا منذ وصولنا الى مطار كازابلانكا مع كل لاعبي النادي الاهلي. الناس سالت على كهربا، سالت على الشحات، سالت على قفشه، على الشناوي، على كل اللعيبه، الحقيقه واضح الدعم والمسانده، وده هيبان بكره بقى كمان يا كابتن اسلام. انا يمكن باكد لك ان الحظر هنا بدا خلاص، فيمكن ما نقدرش نقول في حد في الشارع دلوقتي، لكن من الصباح هنلاقي واحنا ماشيين واحنا رايحين للتدريبات عدد من جمهور الوداد المحب للنادي الاهلي. ويمكن كمان انت عارف بقى يعني كايزر شيف طبعا هو خرج الوداد، فلابد يمكن جمهور الوداد بالكامل يكون داعم للنادي الاهلي، لكن الدعم الاول والاخير لفريق النادي الاهلي هو جمهور وجمهور النادي الاهلي اللي بملايين. ان شاء الله باذن الله كابتن اسلام الامور تكون طيبه يا رب ان شاء الله، ويستمر النادي الاهلي في تركيزه واصراره وعزيمته ورجولته الكبيره جدا، ونقدر ان شاء الله كابتن اسلام بالاخلاص الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي نرجع من كازابلانكا بالبطوله العاشر ان شاء الله. الحمد لله على السلامة يا كريم، ودايما بتطمنونا على بعثة النادي الأهلي لحظة بلحظة، والحق خش بقى قبل ما الحظر وحد يمسكك ولا حاجة. فيعني شكرا ليك يا زميلنا كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي من الدار البيضاء. زي ما حضراتكم شايفين بنحاول نضع حضراتكم لحظة بلحظة إيه اللي بيحصل في بعثة النادي الأهلي. النهاردة وصلوا بالسلامة، من بكرة الصبح هتلاقوا كريم معاكم طول النهار، بكرة إن شاء الله يوري حضراتكم اللي ممكن نقوله دايما كالعادة، لأن في حاجات طبعا بتبقى في إطار السرية دائما، سواء تمرين الفريق بعض الأمور الأخرى. كابتن يعني مع يعني احتراما بالسرية، الحقيقة كابتن أحب أضيف أنتوا هنا القناة، سواء أنت غير أن أنت راجل مقدم ومدعي وكده فمسؤول في القناة، فلكم دور في ان القناه بتنقل كل ما يدور للنادي الاهلي، محسسين جمهور النادي الاهلي الكبير، كل الناس ملتفه دلوقتي على قناه النادي الاهلي لان عايزه تشوف المغرب. كان الكلام ده ما بيحصلش زمان، كنت بتشوف وصلوا وخلاص، انت دلوقتي بتقول لهم وصلوا ايه وراحوا فين وجوم منين وكده، فدور القناه دور كبير قوي قوي في مشوار الفرقه حتى وصلت النهائي، مش المباراه دي بس، جميع المباريات. جميع المباريات يعني. اخيرا يا كابتن فتحي انا بشكر حضرتك جدا، ولكن في النهايه مش معقول حضرتك تبقى معايا وما تقولش رساله للاعبين والجهاز الفني ولا جمهور النادي الاهلي. نبدا بجمهور النادي الاهلي. اتفضل. جمهور النادي الاهلي جمهور كبير، احنا بنقدره، كلنا بنقدره كابناء النادي الاهلي، وبندين له كجمهور النادي الاهلي، لأن هو من صنع منظومة وكل من ينتمي إلى النادي الأهلي. لعبة النادي الأهلي أكيد أنتوا الناس بتقول لكم العشرة، ده شرف لكل واحد فيكم أن يكون له شرف، أن يكون له دور، بما حتى اللعيبة يا كابتن سام اللي هم مش مسجلين، واللعيبة اللي هم مصابين، واللعيبة اللي هم مش هيقدروا يلعبوا راحوا هناك، هم مش رايحين يعني يتظاهروا في حب النادي الأهلي، مساندة ودعم.
لكن هم رايحين عشان يكون لهم هذا الشرف طبعا انهم يكونوا موجودين في هذا المعترك. وبتمنى اللعيبه اللي هي هتلعب المباراه أيوة. ان قمه التركيز من اول منزل الملعب، قمه التركيز في ان انا مرر، قمه التركيز في الاستقبال، قمه التركيز في التحرك، قمه التركيز في التفاهم، ان احنا ازاي نتفاهم مع بعض وما نفقدش الكوره بسهوله، ما نفقدش الكوره في مراوغه غير مجديه. لكن انا احنا بنقول ايه؟ المراوغه اللي هي توصلني ان انا اجيب جول، ان هي توصلني اخش داخل المنطقه. الارتباط انا مش هتكلم فيه كارتباط فرقه مع بعض، يمكن كريم دلوقتي لما كان بيقول ان اللعيبه قاعده مع بعض بتتفرج وبتشوف وكده، كل دي علامات بتدل. عايز اقول حاجه كمان برضو، ان اللعيبه مع بعض الناس كانت جم في فتره كده بداوا يتكلموا اصل شريف وقفشه زعلانين مع بعض عشان شريف ما مررش الكره له. طيب لما قفشه جاب جول شريف مين اللي راح شال شريف؟ ايوه شريف كان بره جري المشوار ده كله وبيشيله، ده بيدل على ان لعيبه النادي الاهلي اكبر من الكلام اللي بيتقال ده. طبعا فاللي بيتكلم الكلام ده انسوه، خليكم بهذا الحب تمام. وبهذا الانتماء للنادي. أيوة. معاكم اداره مخلصه، معاكم راجل يعني انا بعتبره مش متحيز له ولا حاجه، لكن الحقيقه يعني لما بقول ان الخطيب مع فريق النادي الاهلي في جميع المباريات مزبوط. وبيعيش معاكم وفي المعسكرات معاكم وكده، هي دي حياته وهو ده انتمائه زيه زيكم بالظبط. فما ننساش هذا الدور، وانا واثق انه هو مع مجموعه مجلس اداره المتواجدين نماذج له، زائد ان الفرقه، وبتمنى التوفيق لبيتسو موسيماني وكل الجهاز الفني. الدكتور ابو عبلة عامل شغل كويس قوي، ودلوقتي حتى موسيماني بيشكر فيه دلوقتي، بيقول الراجل ده أيوة. ما شاء الله يعني الاصابات قلت او فتره ربنا يبعد عنهم بس الفتره ان شاء الله باذن الله. فانا بتمنى لهم التوفيق وان شاء الله هنلتقي كابتن اسلام يا رب، وهنهنيك ونهني كل جمهور النادي الاهلي من خلال قناتنا قناه يا رب يا كابتن ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا وشرف لينا وبشكرك مره ثانيه، ووجودك معانا النهارده الحقيقه شرف لينا جميعا، ويعني كفايه ان حضرتك جيت لنا مخصوص. الله يخليك يعني كابتن اسلام. لا لا ازاي، انا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا كابتن فتحي نصير على وجودك معانا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله بكره حلقه خاصه جدا في البيت الكبير، ان شاء الله بكره هيكون عندنا شكل فريق كايزر تشيفز بالفيديوهات وبالصور من خلال زمايلنا كريم سعيد واحمد ثابت، هنوري لحضراتكم ايه اللي بيلعب ازاي، بيمشوا ازاي، بيتحركوا ازاي، الكلام اللي قاله كابتن فتحي نصير هنشوفه بقى مطبق على الفيديو والصور. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي غدا في تمام الساعه 10 وحلقه جديده من بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس، البيت الكبير.